السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ضيوفنا الكرام، أسعد الله صباحكم بكل خير وسرور. نرحب بكم في هذه الجلسة الجديدة من جلسات مجلس الخنجي عبر زوم، وشكرا لحضوركم معنا اليوم. نناقش اليوم موضوع الانعكاسات الضريبية على اقتصاديات دول مجلس التعاون. اسمحوا لي أن أرحب بضيف جلستنا لهذا اليوم من المملكة العربية السعودية، الدكتور علي حبيب أبو خمسين. حاز على خبرة واسعة في القطاع الخاص، حيث عمل في عدة وظائف قيادية في الميدان المالي والإداري، ويتمتع بخبرة استشارية في إدارة الأعمال وتطويرها، بالإضافة إلى أنه باحث اقتصادي وقام بتنفيذ العديد من الدراسات الاقتصادية، بما في ذلك الاستثمار العقاري والدراسات الصناعية والخدمية والتسويقية المتخصصة. لديه خبرة كبيرة في مجال التدريب في الموارد البشرية وإدارة الأعمال والمجالات الاقتصادية، وقام بتنفيذ العديد من الدراسات الاستشارية لصالح الوزارات والجهات الحكومية لتلبية متطلبات رؤية المملكة 2030، ويحمل العديد من العضويات والزمالات المهنية في الجمعيات الإدارية والاقتصادية. حضر العديد من الدورات التخصصية في الإدارة وإدارة الموارد البشرية والتدريب والتسويق العقاري، وشارك في عدة دراسات وأبحاث علمية منشورة. يعمل حاليا كمستشار اقتصادي في وسائل الإعلام السعودية منذ 3 سنوات الماضية، وكذلك في القنوات العربية والعالمية، حيث ساهم في تغطيات اقتصادية متخصصة لقرارات الرؤية الوطنية على مدى 3 سنوات، وساهم في إصدار العديد من القرارات الحكومية الهامة من خلال مناقشاتها الإعلامية. لديه جوائز تقديرية علمية داخل المملكة وخارجها، ويشغل أيضا حاليا منصب رئيس تنفيذي لمركز التنمية والتطوير للاستشارات الاقتصادية والإدارية، ورئيس مجلس إدارة جمعية مساندون، وعضو في مجلس إدارة الجمعية التعاونية العقارية بالمنطقة الشرقية، وعضو في مجلس أمناء مؤسسة جود الوقفية الخيرية، والعديد من العضويات في الشركات التجارية المساهمة. نرحب بك دكتور علي، ضيفا متحدثا معنا اليوم، ونبدأ جلستنا معك. شكرا جزيلا لكم جميعا. أهلا وسهلا بكم وبالحضور الكريم، وشكرا لكم على هذه الاستضافة الكريمة. الحقيقة أتقدم بخالص الشكر لسعادة الأستاذ خليل الخنجي لهذه الدعوة الكريمة. الواقع أنه أنا سعيد بأن أكون بين كوكبة من قامات المجتمع العماني الكريم. عمان دولة ذات سمعة خاصة وموقع خاص في نفوس الحقيقة الخليجيين بشكل عام، و نفوسنا نحن في السعودية الحقيقة بشكل خاص. نحمل لكم خالص الود والمحبة. أنتم شعب عظيم، شعب ضارب حضارته في التاريخ، واستطاع أن يرفع اسم عمان بشكل مميز وخاص الحقيقة على كافة الأصعدة. بخصوص موضوعنا اليوم، الحقيقة موضوع جدا مهم لدى يعني مختلف شعوب العالم، وليس فقط لشعوب دول الخليج. موضوع الضرائب الحقيقة موضوع اقتصادي بامتياز من الطراز الأول، موضوع في غاية الأهمية، يمس مستقبل حياة الأمة بشكل عام، وتزداد أهمية هذا الموضوع مع ازدياد حجم النمو الاقتصادي في اقتصاديات الدول العالمية. الدول الخليج العربية طبعا هي ربما آخر الدول العربية، وربما في بعض الدول العالم هي آخر الدول التي استحدثت تطبيق أنظمة الضرائب لديها، باعتبارها أحد أهم الموارد الاقتصادية لتعزيز دخل الدولة. الحقيقة في الدول الخليج كان هناك اتفاق سابق لتطبيق حزمة من الضرائب، بدأوا ب ضريبة القيمة المضافة، ثم ضريبة القيمة الانتقائية للسلع المنتقاة، وأخيرا في عمان ربما هناك توجه الآن لاستحداث ضريبة الدخل بشكل خاص. في المملكة العربية السعودية ضريبة الدخل مطبقة على المستثمر الأجنبي فقط، بعض دول الخليج لا تطبقها أصلا، والآن ربما في عمان هناك توجه لاستحداث ضريبة الدخل على الأفراد والشركات. الموضوع هذا واسع جدا، متشعب جدا، لكن الحقيقة كمرحلة أولى نحاول أن نلقي عليه الضوء بشكل سريع
لأساسيات هذا الموضوع؟ ربما تكون هذه المعلومات معروفة لدى سعادتكم، ولكن هي الحقيقة ربما تكون مجهولة لدى الرأي العام. الآن نحن نخاطب الرأي العام بشكل موسع، بحيث أنه نريد أن يعني نقدم أكبر كم ممكن من الإجابات للأسئلة الحائرة المثارة حاليا في الساحة حول هذه النقطة. الكثير قد يكون ضد هذا الوضع، البعض قد يكون مع هذا الوضع، البعض يتساءل هل نحن سنتأثر بهذا إيجابا أم سلبا، أم لن نتأثر به؟ هل هو مجرد استقطاع أموال من جيوب المواطنين، أم هو فعلا أمر مهم للدولة ومطلوب وضروري وحساس كما يقول البعض، أم هناك حلول أخرى قد تكون مطروحة ولم تطرق أبوابها، أم أنه ربما تكون هذا الحل هو أفضل الحلول التي قد يمكن اللجوء إليها؟ الحقيقة الموضوع يعني كبير وواسع، نحاول أن نلمه بشكل سريع، وإن شاء الله نوفق أنه يكون في وقت كافي للإجابة على استفساراتكم في نهاية الجلسة إن شاء الله. الآن أود أنه لو سمحت أستاذ ريهام أن نعمل شير سكرين لبنود المحاضرة لو سمحتي. تفضل. مقدمة عن مفهوم ضريبة الدخل، هي تمس كل من الشركات والأفراد، قد يطبق على الأفراد فقط، قد تطبق على الشركات فقط، قد تطبق على الجميع. نحن نتحدث بصفة علمية عن المنهج بشكل عام، أنه يطبق على الجميع. فرض الضريبة الحقيقة هو من أحد أهم الوسائل التي تلجأ إليها الحكومات لتمويل النفقات العامة وتحفيز التوزيع العادل للثروة، هذا الشعار الذي يرفع دائما لترويج وتسويق موضوع الضريبة. الآن سنحاول بشكل سريع اكتشاف فوائد وأضرار فرض ضريبة الدخل على الأفراد والشركات. وقبل قليل كان أحد الجمهور يسأل أنه يجب تناول هذا الأمر، وفعلا سنتناوله، أيضا تأثيرها على الاقتصاد الكلي إيجابا وسلبا. يعني سنتناول الموضوع بحيادية، ما له وما عليه كما هو واقعا، يعني بدون أي تجميل أو تسويق لأحد وجهات النظر. يتم تطبيق ضريبة الدخل على الأفراد وتسمى ضريبة الدخل، وفي حال تطبيقها على الشركات تسمى ضريبة الدخل أو ضريبة أرباح الأعمال. فهي تصلح أو هي معدل للتطبيق لكلا الجانبين بحسب اختيار الجهة التشريعية، على من تبدأ وبمن تبدأ أو على الجميع. ضريبة الدخل هي مبلغ نقدي تتقاضاه الدولة من الأشخاص والمؤسسات والشركات لأهداف محددة. هذا العنوان العام. ضريبة الدخل هي طبعا تصنف أنها ضمن الضرائب المباشرة التي تفرض على الأشخاص، سواء كانوا أشخاص طبيعيين أو معنويين كالشركات الذين يمارسون المهن والنشاطات، سواء كانت تجارة أو خدمات أو صناعة أو خلافها، والذين يزيد دخلهم عن مقدار معين من المال في السنة بحسب ما تحدده اللائحة التنفيذية لتشريع الضريبة في كل دولة، حيث تقوم الدولة باقتطاع جزء من دخل الأشخاص إذا زاد عن حد معين. يعني في سنتناول هذا الجزء بالشرح، أنه كيف يتم احتساب الوعاء الضريبي وماذا يدخل ضمن هذا الوعاء وماذا لا يدخل. ثانيا، معدل ضريبة الدخل. معدل ضريبة الدخل الحقيقة قد يكون حسب التشريع الذي سيصدر أنه ثابت أو متزايد أو متناقص، كل الحالات واردة، ولدينا نماذج في الأنظمة المعمول بها في الدول العالمية. عادة ما تعرف الضريبة المفروضة على الشركات باسم ضريبة الشركات، وتفرض بسعر موحد. ضرائب الشركات غالبا تكون موحدة. لدينا في المملكة على المستثمر الأجنبي 20% سقف ثابت، أيا كان الدخل فهو الضريبة المفروض عليه 20%، بعض الدول قد تصل إلى 40% أو 35% حسب التشريع الصادر في كل دولة على حدة. أما الأفراد فيخضعون للضرائب بمعدلات مختلفة حسب النطاق الذي يقعون فيه. عادة في هذه الضريبة أيضا سنشرح ذلك لاحقا، أنه يكون هناك مستويات. في مثلا دخلك اليوم 100,000 فأنت عليك ضريبة بهذا المستوى، زاد الدخل إلى 120,000 تزيد الضريبة، أو يكون جزء ثابت على 100,000 وجزء ثابت على ما فوق 100,000 وهكذا. إضافة إلى ذلك، وتعفي معظم السلطات المنظمات الخيرية المنظمة محليا من العاملة محليا من الضرائب.
يعني الدخل المنفق للخدمات الاجتماعية، تبرعات، العمل الخيري كذا، عادة ما يكون هذا الدخل مستثنى من ضريبة الدخل، وسوف يوضح بشكل تفصيل لاحقا. كيف تحسب الضريبة؟ يتم احتساب الضريبة وفقا للائحة التشريعية المنظمة لآلية احتساب الضرائب. النظام الذي يصدر من الدول عادة يوضح بشكل دقيق ومفصل كيف يتم احتساب الضريبة في هذه الدولة. اللائحة التنفيذية تتضمن كافة التفاصيل وآلية الاحتساب ومستويات الدخل والنسب المفروضة لهذا الدخل، وهل هي ثابتة أو متغيرة أو تصاعدية أو تناقصية حسب النظام التشريعي، والتي تتضمن عادة تحديد السقف الأدنى الذي لا يحتسب عليه ضريبة الدخل. عادة في كل دول العالم يكون هناك دخل معفي، بحيث أنه هذا الدخل المعفي يمثل سقف الحد الأدنى المقبول لدى هذه الحكومة أن يكون المواطن يتمتع بهذا المستوى من الدخل. أقل من ذلك فسوف يكون في حالة فقر، وبالتالي هي لا تريد المواطنين أن يكون في حالة فقر، هي تريد حالة اكتفاء ورفاهية، بالتالي يحددون سقف حد أدنى للدخل الذي يكون معفى. وطبعا توضح اللائحة نسبة الاقتطاع التي تعتبر المعدل الضريبي لما يزيد عن حد الأدنى للدخل، بحيث أنه إذا زاد حد الدخل عن هذا المستوى يكون هناك نسبة اقتطاع، وأيضا اللائحة تحدد هذه النسبة، قد تكون 5%، 10%، 1%، أيا كانت. قد تكون ضريبة الدخل تصاعدية، وفي هذه الحالة توضح نسبة الضريبة لكل شريحة الدخل بشكل تصاعدي، وعادة ما تتناقص. يعني في البداية قد تكون مثلا الدخل 10% الذي يخصم، ولكن في الشرائح الأعلى تقل هذه النسبة، وفي بعض الدول العكس يكون هناك زيادة. طبعا وهذا بعد اقتطاع الحد المسموح أو الحد الأدنى المعفى من الضريبة. كما يتم احتساب كافة أنواع الأرباح، أي أنه أنت لا تدفع ضريبة فقط على مثل راتبك الشهري أو على دخل معين، أنت يحتسب عليك أو يحتسب هذه الضريبة كل أنواع الأرباح التي تحققها، سواء كانت مثلا عوائد استثمارية، عوائد إيجارية، أي نشاط يؤدي إلى زيادة في دخلك هو سوف يكون ضمن هذا الاحتساب، سواء كان هذا شهريا أم سنويا. ايضا سوف يتم احتسابه في حال دخوله في حسابك البنكي لصالحك، سوف يتم احتساب هذه الضريبه عليه. رابعا، الدخل الخاضع للضريبه. الحقيقه هذه ما يسمى بالوعاء الضريبي. هناك اختلاف في حساب الوعاء الضريبي من دوله لاخرى وفقا للتشريعات الضريبيه المنظمه لهذا الامر. وبشكل عام تقريبا هناك نوعان. نوع ينظر الى اجمالي الدخل مطروحا منه النفقات المنتجه للدخل والخصومات الاخرى، يعني كل المصاريف التي تصرف لإنتاج هذا الدخل فهي تخصم، وبالتالي هو يحتسب لك على فقط المبلغ الذي يدخل كصافي. والعكس كذلك، هناك حالة لا تعامل الاحتساب الضريبي على أساس إجمالي الدخل شاملا كافة الإيرادات والأرباح. يعني في الحالة الأولى الدخل الضريبة تحتسب على صافي الدخل وبعد خصم المصاريف المنتجه لهذا الدخل، في الحاله الثانيه لا، هو يحتسب الضريبه على اجمالي الدخل، وهناك بون شاسع بين الحالتين. طبعا في تصميم النظام الضريبي هناك شيء اسمه العداله، فكل ما كانت روح العداله موجوده في تصميم النظام التشريع الضريبي، كل ما كان مقبولا اكثر لدى الجمهور، وكل ما كان ينعكس ايجابا اكثر على تعاون الجمهور. و عفوا بس في ملاحظه عندي، وتجاوب والتزام الجمهور بسداد هذه الضرائب. فوائد ضريبه الدخل. كل شيء الحقيقه، يعني كل القرارات الاقتصاديه نقصد هنا، انه يكون عاده لها جانب ايجابي ولها جانب سلبي. ومتخذ القرار يقوم بعمليه تقييم هذا القرار وجوده القرار بالمفاضله بين الايجابيات والسلبيات، ووزن الايجابيات ووزن السلبيات، وثم سن هذا التشريع وفقا لما يرتئيه يمثل المصلحه العامه. لدينا هنا في ضريبه الدخل الحقيقه باختصار، يعني انا ما ادعي ان انا بشمل الموضوع كامل لانه الموضوع واسع جدا، لكن لدينا مجموعه فوائد هي عاده معروفه وتقال بشكل متكرر. يعني انه الفوائد مثلا بالنسبه للافراد، يستفيد الافراد من طبعا مهم جدا ان الجمهور يعي ويفهم النظام،
العملية نعم أنت تدفع ضريبة من جيبك، ولكن ماذا تنتظر مقابل هذا الدفع؟ هذا الجواب المهم الذي يجب أن يفهمه الجمهور بشكل دقيق. يستفيد الأفراد من عوائد ضريبة الدخل عبر تحسن الإنفاق الحكومي على البنية التحتية والخدمات العامة، وهذا ما يحسن جودة الحياة في المجتمع. هذا شيء طبيعي، أنه في حال أنت دفعت أموال فبالتالي هذه الأموال سوف يتم إعادة تدويرها وتنفق، سواء تنفق على البنية التحتية أو تنفق على الخدمات العامة أو تنفق على خدمات الرعاية الاجتماعية أو خدمات التعليم أو الصحة، وهذا طبعا كله في النهاية يصب في جودة الحياة في هذا المجتمع. أيضا هناك تحقيق العدالة الاجتماعية بين فئات المجتمع بتقليص الفوارق المجتمعية الناتجة من التفاوت الكبير في الدخل بين الأفراد. يعني مثلا إحنا إخوان في أسرة واحدة، واحد فينا تاجر ودخله عالي جدا وواحد فينا لم يوفق في عمل وبالتالي دخله منخفض، بالتالي وجود مثل هذه الضريبة تعمل على تقليص الفوارق الاجتماعية بين أفراد المجتمع وإعادة ضخ هذه الأموال لصالح الفئات الأقل دخلا اللي هي أكثر احتياجا، وبالتالي فيه نوع من العدالة الاجتماعية. طبعا هذا ما على الصعيد النظري، يبقى التطبيق العملي هذا أمر ثاني، بس احنا الآن نتكلم عن الصعيد النظري المتوقع. يعني أيضا يستفيد الأفراد من تشريع ضريبة الدخل في حال زيادة الإيرادات الحكومية، بحيث أنه يزيد الإنفاق الحكومي بما يخلق مشاريع حكومية تتضمن طرح فرص وظيفية جديدة وتحريك دورة الأموال في الاقتصاد الوطني. وهذا أمر طبيعي، إذا زادت أموال الحكومة بالتالي ستقوم بضخ مزيد من المشاريع وتحريك الاقتصاد الداخلي وخلق فرص وظيفية، وهذه كلها فوائد حقيقة يستفيد منها المواطن. تصحيح سلوكيات المواطن والمقيم، طبعا تصحيح سلوكيات معينه تسبب الكثير من الضرر لافراد المجتمع، وهذا طبعا ده جانب يخص الحقيقه الضريبه الانتقائيه وليس ضريبه الدخل بشكل محدد. دكتور ايضا بس هناك إذا أمكن بس العرض ثابت ترى ما دخل على الافراد. الحقيقه مثل ما الجانب الايجابي موجود ايضا الجانب السلبي موجود وبقوه وبقوه شديده، يعني لا تقل اهميه عن وجود الايجابيات. ممكن تتحرك شرايين. التأثير على قدرة الأفراد على الإنفاق، قد تؤدي الضرائب العالية على الدخل إلى تقليل الدخل المتاح للأفراد بما يؤثر على قدرتهم على الإنفاق والاستهلاك، وهذا السبب الأساسي اللي يخلي الجمهور يخشى ويعني يخاف من هذا الموضوع ويعني يحمل تجاهه مشاعر سلبية، لأنه الحقيقة وجود الضرائب على الدخل سوف تحد من القدرة على الإنفاق، لأنه بالنهاية هم يأخذون من جيبك أموال تضخ، يعني تؤخذ من جيبك وتضخ للغير أو للمصلحة العامة. فهذا طبعا طب النفس البشرية حريصة على الحفاظ على أموالها، بالتالي هي تخاف جدا من هذا الموضوع. ولكن أيضا الضرر السلبي الموجود هنا أنه في حال سحب الاموال من الاشخاص هذا يقلص قدرتهم على الانفاق، بالتالي يؤثر سلبا على الطلب الاقتصادي العام نتكلم هنا، وهذا يضر بالاقتصاد الوطني. تاثير الضريبه على الافراد ذوي الدخل المنخفض، بحيث انه كل ما طبعا انت نزل مستواك الاقتصادي كل ما كان تاثير الضريبه عليك اعلى. الغني يدفعه وهو ما عنده مشكله لانه ذي جزء بسيط من دخله ما يحس فيه، الفقير يتاثر او الدخل المحدود يتاثر جدا. طبعا هناك دخل قليل جدا هذا معفى من الضريبه، نتكلم الان ممن ينطبق عليهم الضريبه. يمكن ان طبعا يمكن ان تزيد الضرائب العاليه على الدخل من الفقر وتقلل من مستوى المعيشه للافراد، وهذا موجود، وللاسف في الانظمه الغريبيه السيئه التصميم دائما ما تقع في هذا الضرر، ويكون بالتالي المحصله العامه سلبيه بدل ان تكون ايجابيه، يعني يخسر الاقتصاد بدل ان ينمو الاقتصاد. يمكن ان تزيد فريضه ضريبه الدخل من الفجوه الاجتماعيه بما يسبب التوتر الاجتماعي والاقتصادي في المجتمع. طبعا شهدنا في العديد من الدول يعني تكون هناك موجات رفض اجتماعي قوي جدا، بالتالي يكون هناك ارباك في الاقتصاد ويتضرر الاقتصاد الحقيقة بسبب طبعا رفض الجمهور لتطبيق الضريبة، خاصة إذا كانت كبيرة ومجحفة. قد يتجه الأفراد إلى تقليل الإنفاق والاستهلاك
نتيجة الضرائب العالية على الدخل، وهذا أمر بعد ما يتحرك. وهذا أمر طبعا سلبي ويحدث الحقيقة، وبالذات في بداية تطبيق النظام، بالذات في بداية تطبيق النظام لابد أن يحصل هذا الأمر، ولكن بالتدريج إذا الجمهور شاهد أن هناك فوائد واقتنع وأحس بأهمية الضرائب يعود العجلة إلى مسارها الطبيعي. قد تؤثر الضرائب على الدخل على سلوكيات الأفراد، حيث قد يسعى البعض إلى تغيير سلوكهم المالي لتجنب دفع الضرائب الإضافية. قلنا قبل شوي أنه ضرائب الدخل تكون عادة، يعني كل ما زاد دخلك كل ما كانت هناك شريحة أعلى وكانت هناك ضرائب إضافية، بالتالي الشخص يقول لك ليش أنا أتعب وأبذل جهد إضافي وفي النهاية بيروح للضرائب، خاصة إذا كانت النسب مرتفعة في الشرائح العليا، فبالتالي هذا يقلل من عمله وبالتالي يتضرر الاقتصاد أيضا نتيجة لهذا السلوك البشري المعتاد. يعني إحساس الأفراد بفقد جزء من دخلهم لصالح الغير باعتباره خسائر مادية غير محققة لهم، وهذا الأمر مثل ما قلنا ده يعني شعور طبيعي لدى أي واحد بيدفع فلوس من جيبه يعتقد أنه تخصه، فليش أنا أدفع للغير يعني. ايضا هناك سلبيات اخرى تتعلق بالجانب النفسي، شعور الافراد بتدخل الدوله في شؤونهم الاقتصاديه مما يدفعهم الى محاوله التهرب الضريبي، وهذا مشكله حقيقيه، مشكله حقيقه يعني موجوده، وطبعا ودي في اي تشريع ضريبي لابد ان يكون هناك جانب موسع يعالج هذا الموضوع اللي هو لسد موضوع او لمنع حدوث حالات التهرب الضريبي. الحقيقه مش بس بالعقوبات والغرامات والجزاءات، لا، اتخاذ اجراءات تشجيعيه لمنع محاوله التهرب الضريبي تكون عاده موجوده في التشريعات. الاعباء الماليه الكبيره اللي قد تترتب على الدخل المرتفع مما يدفع البعض الى التهرب الضريبي، يعني احيانا الصغار هم اللي يتهربون اكثر نتيجه لصعوبه الالتزام بالنسبه لهم. في حال عدم الالتزام بسداد ضريبه الدخل واللجوء للتهرب الضريبي يسبب في وقوع الافراد مخالفات وغرامات جزائيه تسبب خسائر اضافيه بالنسبه لهم. يعني في البدايه هو كان بيدفع مثلا 1000 ريال ضريبه، الحين صار بيدفع 1500 ريال، 1000 ريال ضريبه، 1000 ريال ضريبه و500 ريال غرامه، فتزيد المشكله بالنسبه له. وجود تشريع لفرض ضريبه الدخل يستلزم المزيد من التخطيط والمتابعه والمحاسبه السليمه لكل تصرفات الفرد، هذا بما يشكل عبء اضافي على الحريه الماليه الفرديه. يعني انت الان تصرف وتوفر وتستثمر كيف ما تبغى، لكن بعدين لا، بتصير مقيد، فبيصير عليك التزام ضريبي، بالتالي هنا لابد ان تلجا الى تسجيل تصرفاتك الماليه وتخطيط تصرفاتك الماليه بشكل جيد يمنعك من الخطا والوقوع في الخطا في دفع الضريبه، بالتالي تحس بوجود عبء اضافي جديد يقيد من حريتك الماليه في تصرفك في اموالك الشخصيه. رابعا، سلبيات فرض ضريبه الدخل على الشركات. التاثير السلبي، هذا كنا نتكلم قبل شوي عن الافراد، الحين نتكلم عن الشركات. التاثير السلبي على الاستثمار والنمو الاقتصادي، هذا موضوع في غايه الاهميه، ويعني وعاده يتم مراعاته بشكل كبير جدا. قد تؤثر الضرائب العاليه على الدخل من الحوافز للشركات للاستثمار وتوسيع الاعمال، مما يؤثر سلبا على النمو الاقتصادي. يعني انه في اي دوله يكون هناك خطه اقتصاديه للنهوض بالاقتصاد عبر دعم رواد الاعمال، عبر دعم الشركات المتوسطه والصغيره للنهوض بها وتوسيع حجم اعمالها، وجود نظام ضريبي هذا سيحد بشكل كبير من الحافزيه للاستثمار والتوسع، يعني هو سيمنع هذا الموضوع في البدايه، وقد لكن لاحقا ينعكس، يعني الامور تعود بشكل تدريجي ثم تاخذ المسار الايجابي بشكل اكبر، ولكن في البدايه هذا الموضوع التاثير السلبي موجود يعني، ولذلك يتم عاده مراعاته بشكل كبير وربما نتعرض له في الشرائح الاخيره. تشجيع التهرب الضريبي، الضرائب العاليه تدفع بالشركات الى البحث عن طرق لتجنب دفع الضرائب، سواء كانت هذه من خلال التهرب الضريبي او نقل الاموال الى دول بنوك مجاوره، يعني يبدا ينمو اقتصاد الظل و الخروج من دائرة الاقتصاد الوطني الرسمية إلى دوائر اقتصادية بديلة، بحيث أنه يعني من خلال هذه الوسائل يتهرب أو تتهرب الشركات وتقلص من حجم الضريبة التي تدفعها، باعتبار أن هذه الضريبة هي تراها
يعني خسائر بالنسبة لها. وطبعا هذا نتيجة لقصر النظرة تجاه هذا الموضوع وعدم فهمه بشكل سليم. زيادة تكاليف الإنتاج والتوظيف، هذا أيضا أمر في غاية الأهمية، أنه ضريبة الدخل طبعا ترفع تكاليف الإنتاج، بالتالي هذا الأمر يؤثر على ربحية الشركات وقدرة الشركات على التوسع وخلق فرص العمل، هذا بالدرجة الأولى. وبالدرجة الثانية أيضا هناك ضرر آخر، أنه ستنتقل تكاليف هذه الزائدة إلى المستهلك النهائي، بالتالي المواطن هو من سيتحمل في النهاية، أيضا قد يتحمل بشكل كبير ضريبة الشركات لأنها سترحلها على المستهلك النهائي. التأثير على استراتيجيات التخطيط المالي، لأنه الشركات مثل الأفراد تخط عندها خطط مالية للتوسع والاستثمار وخلافه، في حال وجود ضريبة على الدخل أيضا هذا سيحد بشكل كبير من هذا الأمر. التأثير على الابتكار والاستثمار في البحث والتطوير، وهذا يعني مربط الفرس الحقيقة، ويعني سنشرح في الشرائح الأخيرة كيف يتم معالجة هذا الأمر والذي قبله أيضا بشكل دقيق في إعداد التشريع الضريبي الجديد. عادة ما في الدول يتم اتباع هذه الأساليب. قد تؤثر الضرائب على الدخل على قرارات الشركة بشأن الاستثمار في البحث والتطوير والابتكار. ميزانيات البحث والتطوير والابتكار عادة تكون يعني في الدول المتقدمة والاقتصاديات المتقدمة في الشركات الكبرى تكون ميزانيات ضخمة جدا، بالتالي وجود ضريبة على الدخل هذا يعني يكون عامل يزيد من التكاليف ويحد من قدرة الشركة على الإنفاق على الاستثمار في الابتكار والتطوير. لذلك تلجأ الشركات إلى قص هذه الميزانيات، هذا طبعا أمر خطير ويضر بالاقتصاد الوطني، لأنه في النهاية نحن يعني كدولة ننظر إلى مصلحة الاقتصاد الوطني ككل، ويهمنا أن الشركات تنجح وتنمو وتستثمر في الابتكار والتطوير، لأن الاستثمار في الابتكار والتطوير عائدة أعلى بكثير من الاستثمار في الخدمة الطبيعية. لذلك مهم أن نحافظ على وجود هذه الميزانيات وعدم تقليصها، وسنقدم الحلول المقترحة. التأثير على الاستهلاك والطلب الاقتصادي، وهذا أيضا أمر في غاية الأهمية، لأن الضرائب على الدخل تؤثر على إنفاق الشركات بشكل عام، يعني تقلص من ميزانيات الإنفاق للشركة بقصد تقليص الضرائب على الدخل، وهذا يعني أمر يضر الحقيقة الطلب الاقتصادي كما هو يحدث في الأفراد أيضا يحدث في الشركات. تخوف الشركات من فقد جزء من الدخل المحقق نتيجة لدفع الضرائب، وهذا أمر أيضا يتم عادة يعني أخذ بالحسبان في إصدار مثل هذه التشريعات. طيب هنا الآن خلصنا فوائد وإيجابيات الأفراد، فوائد وإيجابيات فوائد وسلبيات الأفراد، فوائد وسلبيات الشركات. الآن فوائد وسلبيات الاقتصاد الكلي، الانعكاسات الإيجابية والسلبية لضريبة الدخل على الاقتصاد الكلي للدولة أو للاقتصاد الوطني. الانعكاسات الإيجابية توجيه السياسات الاقتصادية بحيث أنه يمكن استخدام فرض الضرائب على الدخل كأداة لتوجيه السياسات الاقتصادية وتحفيز النمو الاقتصادي وتحقيق التوازن الاقتصادي. طبعا هذا مش كلام نظري يعني اخواني، هذا مو كلامنا، هذا كلام واقعي جدا جدا جدا، ولكن يعني يتطلب حسن تخطيط، يتطلب حسن تطبيق، يتطلب حسن تقييم ومتابعه ومساءله وشفافيه عاليه جدا. يجب توفير بيئه متكامله لكي نستطيع قطف الثمار من وجود نظام تشريع ضريبه الدخل. عادة تنعكس أولا الإيجابيات أول الإيجابيات على تمويل الخدمات العامة. بطبيعة الحال أن الحكومة ستزيد إيراداتها، بالتالي تستطيع الإنفاق بشكل أكبر على الخدمات العامة، الخدمات العامة الصحية، التعليمية، التدريب، البنية التحتية، أيا كانت، بالتالي هذا ينعكس إيجابا على المواطن ورفاهية الحياة ثم الأداء الاقتصادي بشكل عام. المساهمة في دعم الحكومة عن طريق مشاركة الشركات والأفراد في تقديم مبالغ مالية تتوافق مع قدرات كل منهم، وبالتالي رفع نسبة الإيرادات المالية الحكومية، وهذا أمر طبيعي تحصيل حاصل. زيادة النمو الاقتصادي من خلال التوسع في الإنفاق الحكومي والإنفاق الاستثماري، وهنا تحت خطين، حيث أن زيادة الإنفاق الحكومي يزيد من إجمالي الناتج الوطني. هي صندوق شبه مقفل، ليس مقفل كاملا، شبه مقفل، كل ما حطيت فيه اكثر كل ما
زاد حجم الأموال الموجودة داخل هذا الصندوق. بالتالي أنت كل ما أنفقت الحكومة في داخل الاقتصاد الوطني بشكل أعلى، كل ما إيش زاد حجم النمو الاقتصادي. وجود الضرائب يقلل من النمو الاقتصاد الوطني، ولكن من جانب آخر حسن تدوير إيرادات الضرائب في الاقتصاد الوطني بخلق فرص وظيفية وبخلق مشاريع عامة وبتحريك دورة المال داخل الاقتصاد الوطني، هذا يؤدي مرة أخرى إلى عائد إيجابي يخلق نمو ونسبة نمو في الاقتصاد الوطني. مهم جداً التركيز على هالنقطة، الزيادة في الميزانية المتوازنة بزيادة الإنفاق الحكومي والضرائب بما يؤدي إلى نمو مقبول في إجمالي الناتج الوطني بشرط نجاح الاستثمارات الحكومية. يعني أنت الحين بتأخذ أموال الضريبة، اللي يصير في الدول المتقدمة عادة يعني أنه هو الأموال الضريبية ما يعاد إنفاقها بشكل مباشر، لا، هذه تذهب لصناديق استثمار. الاستثمارات هذه تكون يعني محدودة المخاطر جدا، وتكون ذات عائد دوري متكرر ومضمون وعالي أيضا، يعني موازنة. بالتالي يعاد استخدام المتحصنات من هذه الصناديق الاستثمارية في جزئين، جزء يصب في الإنفاق العام وجزء يصب في الإنفاق الاستثماري، وهذا هو بيت القصيد، وهذا هو حسن التطبيق والتخطيط. حسن التخطيط أولا والتطبيق ثانيا بما يخدم مصلحة المواطن، يعني مو تأخذ الفلوس وتروح تنفق زي ما هي، يعني تكون هنا ما حققت الهدف بشكل كامل. كبح التضخم المالي، طبعا في حال وجود انه يوجد، اذا وجد تضخم مالي فموضوع ضريبه الدخل بتكون علاج مثالي للحقيقه الحد من الارتفاع الاسعار. خلق الوظائف والحد من البطاله، لانه وجود اموال لدى الحكومه يمكنها من الانفاق، هذا يصب بشكل مباشر في تحريك عجله الاقتصاد وبالتالي خلق وظائف وحد من البطاله. العدالة في توزيع الدخل، تعرضنا لها، تحقيق التوازن الاقتصادي والاجتماعي قلنا، تحفيز التوزيع العادل للثروة، هذه كلها مكاسب تخص الاقتصاد الكلي الحقيقة. تعزيز العدالة الاجتماعية وذي استعرضناها، تحقيق التوازن بين الإيرادات والنفقات الحكومية بحيث أنه تسهم فرض الضرائب على الدخل في توازن ميزانية الحكومة وتمويل النفقات العامة بما يقلص طبعا من حجم العجز العام. كل ما زادت الإيرادات كل ما انخفض حجز العجز نتيجة لعدم زيادة الاقتراض من الداخل أو الخارج، وبالتالي هذا مكسب مهم للاقتصاد الكلي. طيب السؤال المهم الآن، لماذا تلجأ الدول لتشريع الضرائب؟ هذا يعني الدول ليست قصة رغبة شخصية لدى هذه الحكومة بأن تفرض ضريبة، أكيد أن عندها أسباب. فيعني بفهم هذه الأسباب وتقييم هذه الأسباب نستطيع نحن أيضا أن نفهم لماذا اتخذ هذا القرار، ولماذا لم يتخذ هذا القرار، أو لماذا اتخذ قرارات بديلة. فهم أساس الموضوع مهم جدا. أولا تسعى تقليص الإنفاق الحكومي، يعني الحكومة تصير أمام خيارين، يا أنا أنفق وأنا ما عندي فلوس أنفق، فش يصير؟ تتقشف. إذا تقشفت شو يصير؟ عندك مثلا طرق تبي تسوي لها صيانة، ما في فلوس فما تسوي لها صيانة، أو يسوي صيانة محدودة سنة وراء سنة تنعدم الطرق. عندك مثلا شبكة كهرباء محتاجين استثمارات لتلبية الطلب المتنامي على طلب الخدمات الكهربائية، لكن لأنه ما عندنا فلوس ما نستثمر في منشأ محطات جديدة، وبالتالي يصبح تغطية الطاقة الطلب على الطاقة الكهربائية أقل فأقل، وهذه طبعا يعني يسبب ضرر على المواطن وضرر على الاقتصاد والحركة الاقتصادية للشركات والمصانع وخلافه. المستشفيات، ودك تمشي مستشفيات او تستحدث مستشفيات في المنطقة الجديدة، ما عندك فلوس البديل انك ما تنشئ، فيا انك تتحمل ضرر فرض الضريبة وايضا تقطف العائد، او انه تتحمل خيارات التقشف وتقليص الانفاق الحكومي. وهذا طبعا التقشف الحقيقة يعني على اللونج ران ضار جدا ويؤدي الى تراجع مستوى جودة الحياة وتخلف الدولة. تقليص العجز في ميزانية المدفوعات، هذا أمر مهم، أنه الإيرادات تسهم في تقليص العجز في ميزانية المدفوعات، تعويض الإيرادات التي ستفقدها الخزينة، الخزينة لما تنفق منها على مشاريع تبغى تدخل بدالها فلوس تعوض هذه النفقات، فبالتالي هذه تكون مصدر مهم لتعويض الإيرادات. تغطية عجز الميزانية المتنامية الذي يتطلب مصدرا جديدا للأموال، نفس الحكاية، المساهمة في معالجة تدني معدلات النمو، يعني أنت تبغى تخلق النمو في الاقتصاد الوطني، تبغى تضخ مصادر إيرادية جديدة تحرك من عجلة الاقتصاد.
عبر تحصيل هذه الاموال، تقليص المديونيه الخارجيه اذا كانت على الدوله مديونيه خارجيه ايضا هذا يسهم في سد هذه المديونيه. تسريع الايرادات الماليه المتاتيه، خفض معدلات التضخم، تمويل نفقات الدوله، كل هذه نقاط تعتبر يعني اسباب وجيهه لدى الدول لاصدار مثل هذا التشريع. ما مدى تاثير صدور تشريع ضريبه الدخل لا سيما بظل وجود ضريبه القيمه المضافه؟ طبعا يختلف الموضوع من دوله لدوله، الحقيقه يعني الان مثلا عمان طبقت ضريبه القيمه المضافه ب 5%. الان ربما يتم استحداث ضريبه الدخل، في حال استحداث ضريبه الدخل طبعا هذا امر سيزيد الامر تعقيدا على المواطن، لانه يقول لك انا ادفع ضريبه القيمه المضافه. طبعا اول خلينا نفرق بينهم، ضريبه القيمه المضافه تتعلق ب دفع النسبة على ضريبة القيمة المضافة لكل مرحلة من مراحل إنتاج السلع والخدمات، لكن في النهاية المواطن سيتحمل، المستهلك النهائي المواطن والمقيم سيتحمل تكلفة ضريبة القيمة المضافة. يعني التاجر في مرحلة يدفع عليها وبعدين يسترد هذه الضريبة إذا باع السلعة بفرق السعر، والمستورد نفس الحكاية، لكن المستهلك النهائي هو اللي بيتحمل الضريبة. فإذا كان المستهلك النهائي يتحمل ضريبة القيمة المضافة وتجي تفرض عليه ضريبة دخل ايضا جديده، فيقول لك هنا يعني زادت الاعباء الضريبيه. فهنا يعني في فرق بين دول عندها ضريبه قيمه مضافه وتستحدث ضريبه دخل، او ما عندها اصلا ضريبه قيمه مضافه وتستحدث ضريبه دخل، وايضا في فرق بين انه دوله عندها ضريبه قيمه مضافه بنسبه محدوده او نسبه عاليه، لانه كل ما زادت نسبه ضريبه القيمه المضافه الحقيقيه كل ما زاد العبء الضريبي على المواطن او الفرد اذا جيب يدفع مره ثانيه ضريبه الدخل اذا في حال تشريعها. بالتالي انه الاجتماع الضريبتين مع بعض احيانا يكون، واذا كان بالذات انه ضريبه القيمه المضافه مرتفعه، لان ضريبه القيمه المضافه الحقيقه تستنزف كميه كبيره من دخل المواطن اذا كانت مرتفعه. يعني ليش؟ لانه على كل الخدمات والسلع هو يدفع ضريبه القيمه المضافه، فبالتالي تمثل عبء كبير. لذلك يتم مراعاه مثل هذا الجانب في حال إصدار تشريعات لتخص ضريبة الدخل. هنا نقطة تتعلق بمدى توافر البنية اللازمة وتحديات تطبيق ضريبة الدخل. يعني إصدار هذا التشريع يتطلب وجود مجموعة أمور، ما لم تكن موجودة سوف لن يتم إصدار هذا التشريع، أو إذا تم إصدار هذا التشريع لن يتم تطبيقه بالشكل المثالي الذي يستهدفه مصدر القرار. أولا، توافر بنية تشريعية وتنظيمية متطورة تستطيع تفعيل هذه الآلية بدقة وبشكل عملي سليم. يعني إذا ما عندك بنية تشريعية دقيقة ويعني مبنية بشكل واسع وواضح ودقيق، في النهاية وجود التشريع يعني إنك ما تقدر تطبقه. فمهم جدا أول تكون البنية التشريعية النظامية جاهزة ومعدة لهذا الأمر. ثانيا، توافر بنيه تحتيه تقنيه متقدمه لدى كل من الجهات الحكوميه ذات العلاقه بالاشراف على هذا النظام، وكذلك بنيه تحتيه متقدمه لدى الخاضعين لهذا التشريع الضريبي. يعني ما لم يكن هناك خدمه انترنت موجوده في هذه الدوله، وما لم يكن هناك معرفه تقنيه تسمح للمواطنين والمقيمين باستخدام البرامج والأدوات المحاسبية التي تمكنهم من تطبيق هذا النظام، سوف يكونون عاجزين، بالتالي لن يتم تطبيق التشريع بالشكل المثالي. كذلك أن تتوفر البنية التحتية اللازمة لدى الجهات الحكومية أن تكون عندها القدرات التقنية والكفاءة البشرية التي تستطيع الإشراف على تطبيق النظام. النظام الضريبي نظام معقد جداً، ونظام يعني ومتشعب وواسع، بالتالي يتطلب الحقيقه درجه يعني كبيره من الاستعداد التقني والمعرفي. لضمان نجاح هذا التطبيق، تطبيق هذا التشريع، يجب توافر قبول مع وعي بدرجه كافيه باهميه تطبيق التشريع الضريبي والالتزام به. ما لم يتوافر تبني كامل من قبل الجمهور لن يتم تطبيق النظام بنجاح. لذلك مهم جدا تهيئة الرأي العام وتقديم المعلومات الكافية وشرح كافي ووافي وموسع عبر كافة وسائل وأدوات الإعلام المباشرة والغير رسمية، لكي يستطيع الحقيقة نضمن وجود قبول وتبني من الجمهور لهذا النظام. توافر الكفاءة البشرية اللازمة قلناها لدى الجهات الحكومية المشرفة القادرة على تحقق مصلحة تطبيق التشريع
والاشراف على سلامه المعايير التطبيقيه. يعني الله يخليكم، مهم جدا انه هذا حاصل، يعني نشوفه في الدول العربيه ونشوفه في الدول الاوروبيه، كيف اذا كان اللي يطبق النظام اصلا غير فاهمه بشكل سليم يعني تحدث اخطاء واضرار جسيمه على المكلفين بهذا النظام، بالتالي خسائر يعني كبيره تحدث، وهذا ضرر وخلل في النظام. لذلك يجب ان يكون لدى الجهات الحكوميه كفاءات بشريه واعيه فاهمه لهذا النظام بشكل دقيق، يعني تشخص بعنايه ما للمواطن وما عليه، وبالتالي تستطيع فرض النظام بشكل عملي سليم. توافر معايير الشفافيه والنزاهه هذا مهم، طبعا وجود نظام ضريبي بدون معايير شفافيه ونزاهه وحوكمه هذا يعني ضرر كبير الحقيقه، وخساره في تطبيق هذا التشريع ايضا. بالتالي مهم جدا، في عدم توافر هذه المتطلبات سوف لن يكون هناك بيئه مناسبه لتطبيق مثل هذا التشريع ونجاحه، في حال تطبيقه لن ينجح. طيب هل الان وقت مناسب لتطبيق ضريبه الدخل؟ طبعا الحقيقه الاجابه العلميه يجب ان تكون مستنده على منهج بحث علمي. نحن لسنا بصدد اصدار اراء شخصيه او تقييمات شخصيه، لا، نتكلم عن توقيتات يجب ان تعد بمنهجيه علميه. المنهجيه العلميه تقول متى ما توافرت المقدمات السليمه سيتم الوصول الى المخرجات السليمه. بالتالي اولا ننظر هل يوجد مقدمات سليمه، هل توجد بيئه الان مناسبه لتطبيق هذا التشريع او لا توجد. اذا يوجد، ما هي الجوانب الموجوده بشكل كامل وما هي الجوانب الموجوده بشكل ناقص؟ طيب الجوانب الموجوده بشكل ناقص كيف نستطيع تحسين التكامل في هذه الجوانب ورفع نسبه الجاهزيه لديها؟ هذه امور في غايه الاهميه، لذلك سنستعرض الاجابه بهذا الشكل. اولا يعتمد فرض ضريبه الدخل على عده عوامل، ما في توقيت معين، ممكن يكون اليوم، ممكن بعد سنه، ممكن بعد 10 سنين، هذا انت وجدك انت وشغلك كحكومه. بالنسبه للدوله عندما تواجه انخفاض في الايرادات، يعني اتخاذ القرار يكون عند الدوله مرتبط بمعيار انخفاض في الايرادات العامه او تدني معدلات النمو او مواجهه زياده في معدلات التضخم او اي من التحديات الاقتصاديه اللي سبق استعرضناها من فوق التي تستدعي وجود مثل هذا التشريع. في حال حدوث هذه التحديات هذا اصبح لدى الدوله اولويه لتطبيق هذا التشريع. يبقى الكلام هل يمكن تطبيقه الان او بعد سنه او بعد 10 سنين وفقا للعناصر الاخرى. بالنسبه للافراد، هذا بالنسبه للحكومه قلناها، بالنسبه للافراد يعتمد توقيت فرض ضريبه الدخل عندما تتهيأ الاجواء العامه من حيث توافر الوعي الكافي. اولا يجب ان يكون لدى الافراد وعي كافي باهميه وجود مثل هذا التشريع واهميه الالتزام بتطبيقه، وتوافر درجة المعرفة الكافية للتعاطي مع تفاصيل هذا التشريع ذات الدرجة العالية من التعقيد. التشريع هذا فيه تفاصيل كثيرة جدا، المواطن العادي قد يعني يصعب عليه، لذلك يجب أن نهيئ المواطن بيعني جرعات وعي كبيرة حول هذا الموضوع. متى ما أصبح المواطن واعي لهذه التفاصيل ومتبني وقابل ومستعد للتعاون لتطبيق هذا النظام، يصبح إذن الوقت جاهز للأفراد. بالنسبة للبيئة التشريعية، يعتمد توقيت فرض ضريبة الدخل عندما تتوافر البنية التحتية التشريعية المناسبة لإطلاق مثل هذا التشريع بدرجة عالية من النضج. طبعا لما نقول بنية تشريعية مش بس وجود نظام تشريعي، لا، وجود نظام تشريعي وجهات تطبيق وجهات الرقابة ومحاكم خاصة مرجعية لهذا الموضوع وقضاة ووكلاء حق عام، يعني بالتالي نظام متكامل. متى ما توفرت بدرجة عالية من النضج بحيث تكون كافة التفاصيل اللازمة بكل العناصر التفصيلية لكافة الحالات بشكل المناسب الذي يعالج كل التفاصيل بالدرجة الكافية، يكون الموضوع ممكن. تشجيع المكلفين على الالمام بكافه متطلبات حسن التعامل مع نظام التشريع الجديد، هذا ايضا مطلب مهم. تحسين الجهاز الاداري الضريبي، وهذا مطلب مهم. متى ما توافرت هذه البيئه يصبح تطبيق النظام ممكنا وبدرجه عاليه من النجاح وفقا لدرجه الجاهزيه لهذه المتطلبات. الحقيقه في الخاتمه الموضوع خلينا نستعرضه وبعدين نلخصه. لضمان نجاح تطبيق الاهداف المنشوده بفرض نظام ضريبه الدخل، أن يتم إعداد النظام، هذا مهمة، بعد إجراء دراسات اجتماعية دقيقة للوقوف على القدرات المالية المتاحة للأفراد والشركات.
بما يقدم تصور لواقع الحال الاقتصادي القائم، ومن ثم تشخيص ما هو مستوى الدخل اللازم. أهم حاجة عشان إحنا نضمن كحكومة أنه النظام يطبق صح، لازم نبني الحد الأدنى المعفى نوصل له بشكل علمي سليم وبشكل واقعي، يعني ما نسترشد بمثلا مبالغ تحدد في الدول الأجنبية أو الدول المجاورة، لا لا، لازم إحنا نسوي دراسات إحنا في الدولة ونشوف كم دخل الأفراد وكم المستوى الكافي لتغطية المتطلبات الحياة اليومية الكريمة، وما زاد عنها بعدين نستطيع فرض عليه. هذا الأمر في غاية الأهمية، وهو الحقيقة أول نقطة تتم عادة في مثل هذه الإجراءات، وتحديد ما هي النسبة المقبولة لكل مستوى من مستويات الدخل بعد استقصاء موسع مع كافة الجهات الحكومية والمالية والمصرفية والاجتماعية والغرف التجارية. يعني إحنا نجي نسوي بحث موسع مع كل جهات المكونات المجتمع، مع كل مكونات المجتمع. هذا الدراسة الأولى اللي عادة تتم. هناك دراسات اقتصادية لقياس الأثر الاقتصادي، يعني أنا كل هالنظام عشان أبي أشوف إذا فرضت ضريبة النظام ضريبة الدخل كم بيكون العائد الاقتصادي اللي أنا بحصله كحكومة، وكم الفائدة المرجوة لهذا الضريبة المبلغ المحصل، ومستويات نموها مع نمو الاقتصاد الوطني، لأنه إذا كان بيتأثر سلبا على الاقتصاد الوطني فالابتعاد عنها أفضل، لكن إذا كان الخطة اللي موجودة عندي تضمن أنه بتحقق نمو اقتصادي أشوف كم النسبة، لأنه الحقيقة كل ما زاد حجم الاقتصاد الوطني كل ما زاد حجم المتحصلات الضريبية، والعكس صحيح، فبالتالي مهم جدا تحقيق الموازنة الازدواجية بين الاثنين. فبالتالي يتم إجراء دراسات اقتصادية موسعة لدراسة حجم ضريبة الدخل وكم ستكون حجم القيمة المضافة المتوقعة نتيجة لهذه الضريبة، والأثر على الأفراد وعلى الشركات الكبيرة والمتوسطة والصغيرة ورواد الأعمال. يعني إذا أنت عندك استراتيجية اقتصادية لدعم رواد الأعمال ودعم الشركات المتوسطة والصغيرة، بالتالي فرض الضريبة هذا هل سيضر هذه الفئات أو يأثر عليه بشكل محدود وبعدين يدعمها، أو لا والله أنه ممكن أنا أحط حلول أخرى بديلة. هذا أيضا مهم جدا، وفي الدراسات الاقتصادية عادة يتم تداول هذا الأمر بعناية. السعي لتحسين صياغة تشريع ضريبة الدخل، هذا في غاية الأهمية، أنه من المهم إجراء دراسة على التجارب الدولية للاستفادة منها بأقصى درجة ممكنة، والتركيز على تصميم نموذج محلي يحاكي الواقع ويستفيد من أبرز التجارب. يعني أنا ما أجيب نظام أجنبي جيد مطبق في النرويج أو الدنمارك أو أمريكا وأجي أطبقه عندي كما هو، هذا كارثة. لا، أنا أستفيد من التجارب الدولية، لكن أبني نموذج محلي وأطوره بالجوانب الإيجابية الموجودة في التجارب الدولية، وأطوره بالأفكار الإيجابية اللي موجودة عندهم، بحيث أنه أشوف هم كيف تغلبوا على موضوع التهرب الضريبي، أشوف هم كيف يشجعون المواطنين. نشوف إحنا المواطنين في الدول الغربية أنهم أحياناً يكون عندهم عائد من الضريبة، ترى ضريبة الدخل مثل ما تأخذ منك تعطيك، يعني يرجعون لك في نهاية السنة مبلغ حسب معايير معينة، درجة الالتزام وحسب مستوى دخلك وحسب أنت كم ساهمت وياهم في البداية. فالأفراد اللي يدعمون الحكومة أكثر الحكومة تدعمهم أكثر، فهذا في الدول الغربية. أما الدول للأسف يعني الشرقية قد لا نجد هذا النموذج، لكن إحنا إذا استحدث نظام جديد نبحث عن التجارب الناجحة نستفيد منها ندرسها بعناية ونصب هذه الأفكار في تصميم نموذج محلي يحاكي الواقع الحالي الموجود عندنا. الحرص على أن يشتمل التشريع الجديد المستهدف على المزايا المتعلقة بإرجاع مكافآت تحفيزية مجزية للمكلفين الملتزمين بالسداد كما هو مطبق في بعض التشريعات. من المهم حسن التخطيط، هذا في غاية الأهمية، حسن التخطيط لاستثمار الأموال المحصلة بحيث يتم استثمارها بشكل كامل، ويتم إعادة جزء من الفائض الاستثماري للمكلفين كمكافآت والباقي يضخ في استيفاء المتطلبات الحكوميه. يعني انت تنظر لاموال المواطن اللي حصلت من الضرائب انه هذا اموال شريك معك في اتخاذ القرار وفي قطف الثمار، بالتالي انت لما تستثمر الاموال هذه تعطيه جزء منها مكافاه لانه خلق لك هذه الفرصه الاستثماريه وساعدك في وجودها، وانت تستخدم الباقي كحكومه في استيفاء متطلباتك الحكوميه من مشاريع بنيه تحتيه او خدمات عامه او انفاق استثماري. اذا احنا الحقيقه في النهايه موضوع فرض ضريبة نظام ضريبة الدخل
هو موضوع شائك يجب التعاطي معه بحذر وبعناية شديدة. هو موضوع صعب في البداية، استيعاب هذا الموضوع يتطلب جهد كبير من الحكومة ومن المواطنين ومن المجتمع بشكل عام بكافة شرائحه، وفهمه بشكل دقيق، واستيعاب التفاصيل، ومن ثم الوصول إلى قرار بكيفية التعاطي مع هذا التشريع في حال صدوره، بحيث أنه هو الهدف النهائي من وجود مثل هذا النظام هو تحسين مستوى جودة الحياة من جانب، وزيادة حجم النمو الاقتصادي من جانب آخر. في حال تحقق هذا الشرطين هذا شيء طيب ومكسب للجميع، في حال عدم تحقق هذا الشرطين يصبح الموضوع مجرد ضرر وخسارة على الجميع. شكرا لكم على حسن الاستماع، وأعتذر للإطالة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام، شكرا جزيلا دكتور على هذه المحاضرة. هناك مجموعة من الأسئلة أو المداخلات، نبدأ معك الأستاذ خلفان الطوق، تفضل. شكرا جزيلا دكتور علي، وشرفتنا، وإن شاء الله المرة الجاية نشوفك في عمان إن شاء الله. لأن الشرف لي. بس في 3 نقاط بسيطة من وجهة نظرك، لأنك مطلع وقريب أيضا من رؤية السعودية 2030. لماذا السعودية أعلنت عدم تطبيق ضريبة الدخل على الأفراد؟ هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية، يعني أنا أتكلم عن حالة عمان. إحنا كلنا يعني التعداد السكاني مع الأجانب العمانيين والأجانب 5 مليون شخص عدد سكاننا. فهل أيضا يعني نحن ندفع ضريبة الدخل على ضريبة القيمة المضافة والانتقائية والسلع المحلاة وضريبة أيضا الدخل على الشركات؟ فتعدادنا أساسا معروف وبسيط وصغير، واقتصادنا أيضا بسيط جدا مقارنة ببعض دول الخليج. فهل مجدي أنه يتم دفع هذه الضريبة في هذا الوقت، يعني من وجهة نظرك فقط؟ أيضا فقط أنت ذكرت أشياء كثيرة وطبعا معلومات مثرية جدا، لكن فقط أذكرك أنه مثلا الدول الأوروبية وبعض الدول المتقدمة أمريكا وبعض الدول الأخرى الملكية هي للشركات، لذلك تدفع عنها الضريبة. أما في دول الخليج والدول الريعية الملكية كلها للدولة، يعني الموارد الطبيعية مثل الغاز والبترول والمعادن وغيرها هي ملك للدولة. فيعني هذه النقاط اللي كنت أريد أذكرها. وأيضا أنت ذكرت في بداية حديثك، آسف على الإطالة، لكن أيضا السقف، يعني هناك في ضريبة أو زكاة في المملكة العربية السعودية، ويعني في فروقات بين المدفوعات. فهل ممكن أن تتطرق إلى هذا الموضوع لأيضا يعني نزيد معرفة بذلك؟ وآسف على الإطالة وشكرا جزيلا. شكرا شكرا سيد خلفان. الحقيقة أنا نسيت السؤال الأول. بجيك الحين نقطة نقطة. أولا طبعا أنا يعني الحقيقة إن شاء الله أكون قدمت شيء يعني اللي أستطيع به، إن شاء الله يكون فيه فائدة للجميع، إن شاء الله يكون ذلك. بس الحقيقة أكيد أنا ما غطيت الموضوع بكل تفاصيله. أنت الآن تطرقت لبعض التفاصيل الحقيقة اللي أنا ما جبت لها، يعني ما تعرضت في أثناء المحاضرة. بخصوص المملكة العربية السعودية، طبعا هي لم تطبق ضريبة الدخل على الأفراد. هذا طبعا القرار أكيد أنه اتخذ وفقا لدراسات اقتصادية نفذتها الحكومة السعودية. أنا قلت لك أنه عادة الدول تلجأ لتطبيق هذه القرارات بعد إجراء دراسات موسعة والوقوف على تفاصيل قد تكون خافيه عنا احنا كمواطنين. هم كجهه حكوميه قادرين على الوصول الى معلومات بشكل كبير وتحليلها، بالتالي يصلون الى القرار. فهم وجهه نظر الحكومه السعوديه انه يعني هذا الموضوع غير مناسب الان او لا داعي له. ربما في عمان امر مختلف وفقا لما يراه الجهات المختصه المعنيه هناك. ما اقدر انا حقيقة اتكلم لا عن السعوديه ولا عن اي ولا عن عمان ولا عن اي دوله اخرى، ولكن انا اقول عاده المنهج المتبع في اتخاذ هذا الاجراء هو كذا.
إذا رأت الحكومة أن هناك داعي تتخذ الإجراء، ما رأت أن هناك داعي أو أن ضرره أكثر من إيجابياته يعفى عن هذا الموضوع. موضوع الزكاة الحقيقة أحسنت، إحنا في المملكة العربية السعودية لدينا موضوع الزكاة. الحقيقة الزكاة تؤخذ عادة، سابقا كانت تؤخذ على المؤسسات التجارية، الآن في التشريع الجديد في المملكة العربية السعودية الحقيقة أنا يعني التشريع لم يبدأ التطبيق به الآن، لكنه قد يكون هناك زكاة أيضا على المواطنين، مثلا من يعملون في الزراعة أو يعملون في تجارة المواشي أو خلافه بدون مظلات تجارية، قد يحتسب هذه، أنا مو متأكد من النقطة لكن قد تؤخذ، لأنه الأصل التشريع الفقهي موجود في حتى بغض النظر أنك مؤسسة أو مواطن، فأنت تعمل في هذه التجارة يجب أن تدفع زكاة، فبالتالي هناك ريع لدخل الزكاة، ولكنه ريع محدود عاد صراحة، ليس بشأن كبير، يعني عائد ضريبة القيمة المضافة أضعاف جدا مضاعفة من عائد الزكاة. الحقيقة في نقطة أنت أشرت حقيقة يحتاج إعادة تصويب، موضوع أنه في الغرب الملكية، نعم صحيح الملكية عامة وكما تفضلت، والملكية يعني أقصد مملوكة القطاع الخاص الموارد صحيح، ولكن يعني أنت في الغرب مثلا في أمريكا سواء كنت مالك شركة إكسون موبيل ولا أنت مثلا موظف في هذه الشركة، في كل الحالات ستخضع لنظام ضريبة الدخل وستدفع، كنت مالك نعم، إذا كنت مالك تدفع شيئين، تدفع ضريبة الدخل الفردي وتدفع ضريبة دخل أرباح الشركات، لكن إذا كنت بس مجرد موظف أنت ستدفع ضريبة الدخل حسب الراتب والدخل المحقق لك. الحقيقة يعني اللجوء اللي فرض ضريبة نظام الدخل حتما أمر ليس محبب لا للحكومة ولا للشعوب، هذا حتما، ولكن الحقيقة قد يصبح أحيانا مطلب اقتصادي لا بد منه، يعني عملية مثلا بتر عضو هي ليست محببة للدكتور ولا للمريض، ولكن قد تصبح حل لا بد منه إذا استلزمت الظروف ذلك. أنا ما أدري، أنا ما أقدر أحكم الآن أنه ظروف عمان تستلزم أو ما تستلزم أو في أي دولة أخرى، أنا أقول إذا استلزمت الظروف أنت كمواطن أحياناً إذا يعني أحسست بأنه نفق الحكومة قليل قد تدعو لفرض ضريبة لتحسين الخدمات العامة، هذا أمر موجود يعني، لكن من يتخذ القرار الحقيقة مثل ما قلنا أنه يدرسون القرار على مستويات اقتصادية ومستويات اجتماعية ويقررون ويقيمون النتائج الإيجابية والسلبيات وثم يتخذون القرار الذي يكون في مصلحة الوطن عادة. نعم شكرا دكتور، ما قصرت، بيض الله وجهك. شكرا جزيلا البشمهندس أمير يوسف، تفضل. شكرا دكتور على الصراحة المحاضرة التفصيلية، أوكي ما قصرت. أنا يمكن عندي سؤال وتعليق، يمكن ينظر لك سؤال. السؤال الأول، هل أنت دكتور يعني بسبب خبرتك في المجال اللي تعمل فيه مطلع على نموذج حساسية مطبق في السعودية أو في أي دولة أخرى؟ الأقصد بالنموذج الحساسية هو النموذج اللي يحسب تأثير مثل هذا القرار أو حتى قبل لا يفكر في القرار وتفاصيله يحسب ما هو التأثير على الفرد وما هو التأثير على الاقتصاد وما هو التأثير على الفرد مرة ثانية بسبب تأثر الاقتصاد. هل أنت مطلع أنه في نموذج من هذا النوع يعني تم تطبيقه أو العمل عليه ويعطيك يعني خلينا نقول قياس واضح لهذا التأثير؟ أوكي، هذا السؤال الأول. السؤال الثاني أو التعليق هو، أنا يعني أنا من المؤيدين للضريبة، أوكي، بس أنا مؤيد للضريبة العادلة، وهنا تجي هي كمنتج من نموذج الحساسية، لما يكون هذا النموذج موجود ومحسوب بشكل صح فالضريبة العادلة أوكي ما فيها شيء، والدليل أنه أغلب دول العالم أوكي اللي جاذبة لأكبر الاستثمارات في الواقع فيها ضريبة، فالناس تذهب، الناس لا يعني تهرب من الضرائب، هي الناس تبحث إلى الدول أو الأسواق اللي فيها فرص، فالضريبة لا توقف الاستثمار أنا في رأيي، بالعكس ممكن تشجعه لأن يصير الاقتصاد منظم أكثر. خلينا أقول يمكن نقطة ثالثة برضو يعني مرتبطة بالنقطة الثانية، وهي عندنا في الخليج إحنا اقتصادنا مشوه بشكل كبير، أوكي يعني الإنتاجية فيه ضعيفة، نعتمد على عمالة تكلفتها رخيصة جداً،
نسبة المواطنين العاملين قليلة، أغلب الرواتب بالذات الرواتب مشوهة بشكل كبير، كيف الرواتب غير عملي ولا يعني يماثل أي دولة خلينا نقول اقتصادها صحيح. أوكي، فالواحد يعني أنا في رأيي أنا مؤيد للضريبة، ولكن يجب أن تكون جزء من إعادة هيكلة للاقتصاد بشكل صحيح، ومن ثم تفرض الضريبة. أما أن نفرض ضريبة بدون إعادة هيكلة وتصحيح لاقتصاد الخليج المشوه، فيعني هذا راح تكون مشكلة كبيرة. وشكرا مرة ثانية دكتور، ما قصرت. شكرا لك استاذ امير، يعني حقيقه شكرا، كلامك في محل 100% وانا وياك في نفس الاتجاه. طبعا واضح انك عندك خلفيه اقتصاديه. موضوع تحليل حساسيه القرار من الناحيه الاقتصاديه في صلب موضوع اتخاذ القرار. الحقيقه انت سالتني سؤال دقيق، انت تقول لي اطلعت على تحليل حساسيه حقيقي؟ لا طبعا انا ما طلعت الحقيقه، لكن خليجي اقصد يعني، لكنه عالميا اي طلعنا يعني. ممكن نستعرض هذا الموضوع بشكل تفصيلي، بس خليني اذكر لك يعني بيت القصيد. اولا الجمهور، السؤال الاستاذ امير انه موضوع اتخاذ قرار فرض ضريبه الدخل هذا يعتبر عامل اقتصادي خارجي يفرض جديد يفرض على الاقتصاد الوطني، وهذا يؤثر على اقتصاديات الافراد ويؤثر على اقتصاديات الشركات ونماذج الاعمال الموجوده لدى هذه الدوله. التاثير لهذا القرار السلبي الذي قد يحصل نعمل له تقييم، يعني انه مثلا الحين انا عندي مصنع وانتج وابيع السلعه تكلفني الانتاج مثلا ريال وابيعها بريالين، معناته انه بوجود هذا القرار سوف ترتفع التكاليف لتصبح مثلا ريال ونص التكاليف. قياس اثر هذا الفرق الاقتصادي الحادث على ميزانيتي وعائد الاستثماري لحقي في المصنع سيكون سلبا، انه قلت ارباحي، بدل ما تكون ريالين بدل ما تكون 100% صارت 50% بارقام يعني. طيب هذا على المستوى المنشآت، على مستوى الافراد نفس الحكايه، نقيس الاثر الاقتصادي والضرر اللي بيحدث نتيجه لذلك، ولكن ايضا نقيس الاثر الايجابي اللي هو بيعود على الاقتصاد الوطني من جانب اخر ونشوف الفرق بينهم. انا هالكلام جبته تحديدا ذكرته بالتفصيل في موضوع المحاضره في السطور اللي استعرضناها، لانه الموضوع في غايه الاهميه. قبل ما تتخذون القرار راح يتم دراسات اقتصادية تقيس هذا الموضوع، الأثر الاقتصادي الحادث على النمو الاقتصادي الوطني، فبالتالي أكيد بيأخذ فيه. طبعا في أمريكا كيف يطورون التشريعات؟ تشوفون في أمريكا صدر أكثر من تشريع في التعديلات اللي تصدر في التشريعات الضريبية بناء على هذا الكلام، يقيسون الأثر الاقتصادي اللي هو تحليل حساسية الاستثمار لاتخاذ هذا القرار، هل انه كم يزيدون وكم يخفضون وكيف يعدلون. ترامب في الولايه الرئاسه الاخيره اصدر تعديلات كثيره، كيف اصدرها وكيف قنع الكونغرس باصدار التخفيضات الهائله اللي سواها، لانه هناك اثر ايجابي اكبر من متحصلات الضريبيه. عموما هذا جزء يعني تفصيلي وتخصصي. يمكن النقاط الاخرى حبيبي استاذ امير تفضلت فيها، اكيد انا مع الضريبه العادله النموذجيه التي يتم إصدارها بعد دراسة الواقع الاجتماعي بشكل تفصيلي وتفصيل نظام تشريعي يخدم الواقع الاقتصادي المحلي ويخدم مثل ما تفضلت طبيعة الاقتصاد، نموذج الاقتصاد القائم عندنا في المنطقة وفي الدولة تحديدا، بحيث أنه يراعي هذه الأمور، لأنه أيضا فرض ضريبة الدخل على المواطن والمقيم على الأفراد بشكل عام، بالتالي يتم أخذ هذه الأمور بالحسبان بشكل تفصيلي يعني. شكرا لك عزيزي. شكرا جزيلا لك باشمهندس أمير. الدكتور رامي تفضل. السلام عليكم دكتور، ما قصرت، كفيت ووفيت وغطيت معظم الأشياء، وبغيت أشكر سعادة خليل خنجي، رجع لنا الحماس والحيوية مال أيام السبت، فشكرا جزيلا له. أنا بغيت أركز على الناحية الاجتماعية بثلاث نقاط وأنت ذكرتها، لكن بس بغيت أركز عليها. أولا إن إحنا في الوقت الحاضر قاسين نتعامل مع جيل ما له شبه أو مثيل في السابق، يعني تقبل الجيل الجديد Generation Z
قريب العاجل جنريشن ألفا، هذيل تقبلهم للتغييرات ما تحصل وما راح تحصل مثل ما إحنا جيلنا تقبل أي تغييرات اجتماعية. فأعتقد أصحاب القرار في وضع أشياء مثل ضريبة الدخل لابد إنهم يعملوا حساب طريقة إعدادهم أو تقبل هذا الجيل لهذا التغيير الكبير على شيء مثل ضريبة الدخل. فهذه النقطة الأولى. النقطة الثانية، أعتقد مثل ما ذكرت كيفية الاستفادة من الأموال مهمة جدا، لأن إحنا حالة استثنائية. في دول مثل أمريكا الوسطى أو بعض الدول الأفريقية، لما جابوا مثل أعتقد كوستاريكا وغيرها في أمريكا الوسطى، لما جابوا ضريبة الدخل كان في ملاحظة أو تغيير ملحوظ في عملية الاقتصاد في البلد. أو حتى في الولايات المتحدة، الولايات اللي عندهم ضريبة دخل عالية مثل كاليفورنيا وتكساس، واللي ما عندهم، عندهم صفر مثل ديلاوير وغيرهم، الفرق كبير. يعني أنت كواحد من برا بتشوف أن الحركة الاقتصادية والضخ الاقتصادي مختلف تماما بين هذه الولايات. لكن إحنا من وجهة نظر مواطن عادي، البنية الأساسية موجودة عندنا، كل شيء أساسي. فكيفية صرف أو تبرير وجود ضريبة الدخل مهمة جدا لتقبل الناس اجتماعيا. والنقطة الأخيرة، أعتقد مع الرقابة لابد أنها تكون نوع من المرافقة في الأخلاقيات الاجتماعية والأخلاقيات المهنية، لأن هذا الشيء بنصير مثل الدول الهند اللي نص البيوت كانوا يضخوا فيها أموال على أساس يتهربوا من الضرائب، أو الحكومة البريطانية اللي عملت في جيرزي وغيرنزي البنوك اللي ما تدفع عليها ضريبة. بنلجأ إلى أشياء نتفادى الضريبة، بدل ما تكون شيء إيجابي راح تصبح اجتماعيا شيء أنت تفكر كيف تتفاداها بطريقة أخرى. وشكرا مرة ثانية دكتور. عزيزي، شكرا لإضافتك القيمة الحقيقة. شكرا دكتور، يعطيك العافية. شكرا جزيلا. الأخ مازن الزجالي، تفضل. أهلا وسهلا دكتور علي، شكرا على المحاضرة القيمة والجميلة. أنا فاتني النصف الأول من المحاضرة، ولكن بذكر مثال وجهة نظر يمكن ما ذكرت. إذا نرجع للتاريخ، سبب انفصال الولايات المتحدة الأمريكية عن بريطانيا كان بسبب فرض الضرائب. كان في مقولة مشهورة في ذاك الوقت تقول No taxation without representation، والسبب كان أن في الحكومة البريطانية كان التمثيل فقط من أهل بريطانيا في البرلمان في السلطة التشريعية والتنفيذية، بينما المستعمرات الأخرى كانت تدفع الضرائب ولا كان لها أي صوت أو رأي في صنع القرار أو اتخاذه. لو نضرب هالمثال على يعني دول الخليج، المثال في الغرب واضح أن العلاقة بين السلطة والمواطن اللي هي ادفع الضريبة وبالمقابل أنت لك الحماية ولك البيئة المناسبة للاستثمار والفرص وكل حاجة، بينما المثال أو العلاقة أو السوشيال كونتراكت الموجود في دولنا الخليجية وبعض الدول العربية اللي هي يعني أعطيني الولاء والطاعة، أعترف بالسلطة المطلقة للحاكم، وفي المقابل لك بعض الأساسيات اللي هي مثل الصحة والتعليم، ولكن ابعد عن اتخاذ القرار وصناعة السياسة. الحين إذا حبينا نطبق مثال الغرب في فرض الضريبة، هل تعتقد أن هذا بيكون مدخل لمشاركة المواطنين في الـ representation اللي هي يعني اختيار السلطة التشريعية، أو يعني زيادة من قوة السلطة التشريعية في دولنا، أو حتى وصولا للسلطة التنفيذية؟ لأن المثال الحالي الموجود في دول المنطقة واللي أنا أشوفه هو مثال مناسب يعني في الوقت الحالي، لأن الديمقراطية وراها مشاكل كثيرة بعد والأمثلة واضحة في المنطقة. هل معناته تطبيق ضريبة الدخل بيكون مدخل للتخلي عن نظام الأوتقراطية اللي هي السلطة المطلقة في يد الحاكم، ولا بتكون سلطة مطلقة وبنفس الوقت ضريبة؟ لأن أعتقد كل إنسان راح يدفع ضريبة، يهمه كيف تصرف هذه الضريبة، هل تصرف بالشكل اللي يحقق لي المنفعة والفائدة، ولا تصرف بالشكل اللي يشوفه شخص آخر في منفعة وفائدة، وبالتالي بتكون يعني نوعا ما ظالمة. ف
فأحب أسمع رأيك ووجهة نظرك في هذا المثال. شكرا حبيبي، ويعني الحقيقة أنا سعيد بوجود جمهور يعني حضور بالدرجة العالية من الثقافة، ما شاء الله تبارك الله. يعني شعب عمان الحقيقة أنا يعني دائما دائما كنت أقول، يعني وفي البداية قلت بس يمكنك ما سمعتني، أنا معجب بشعب عمان وأحب عمان والشعب العماني. يمكن مش بس أنا الحقيقة، يعني أنتم شعب نجحتوا في استخدام السياسة الناعمة في جذب قلوب وحب ومشاعر الخليج والعالم كله. العماني أينما حل يكون صديق للجميع ويكون نجم الحقيقة. شكرا للجمهور الكريم. الحقيقة شوف مهندس، أنا طبعا رحم الله امرئ عرف حده فوقف عنده. أنا حدي أتكلم في الاقتصاد، ما بعد ذلك خارج نطاق علمي وقدراتي وإمكاناتي المحدودة. أعتقد أنه يعني كل ما استطعنا خلق بيئة اقتصادية جيدة، كل ما حسنا مستوى معيشتنا، كل ما حسنا مستوى رضا الجمهور، كل ما حققنا تقدم في يعني مناحي الحياة بشكل كامل، التعليم والاقتصاد والتصنيع والخدمات، موضوع صنع القرار السياسي وكذا طبعا خاضع لنظام كل دولة الحقيقة. يعني هو وكما تفضلت يعني موضوع الديمقراطية أيضا، يعني اليوم شفناه أنه كنموذج حكم أصبح يعني مفرغ، شبه مفرغ الحقيقة. يعني هو شعار يرفع لكن في الواقع لا، يعني لا توجد له مفاعيل. خلني طال عمرك في حدود المحاضرة، طال عمرك وما بعد وما خارج نطاق المحاضرة ما عندي جواب الحقيقة. شكرا لمداخلتك الكريمة. شكرا جزيلا. الأستاذ وليد الزجالي تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة وعليكم الله. السلام. شكرا دكتور علي هذه المحاضرة، واستوفيت عن الضرائب وكيفية هذه هي تسمى الجبايه اللي اتخذ حتى كانت أيام الدولة الإسلامية السابقة. دكتور، هل القرارات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي هي التي أفرضت لمنطقة الخليج أو الدول العربية بأن تفرض هذه الضرائب، وخاصة نحن في هذا الوضع اللي عايشين؟ لأن دول الخليج كانت معروفة حول إنتاج النفط، وبالإضافة إلى الإنتاج الآخر اللي تأخذ منه أرباح وهذه، ولكن في هذه الفترة في الآونة الأخيرة بما تعنيه دول المنطقة حول الضرائب التي تكرر وتزداد من حين لآخر، هل هناك دراسة أخرى تقابل لهذه القرارات التي تصدر من صندوق النقد الدولي بأنه يجب على الدول أن تعمل 1 2 3 حتى تحصل على النموذج على هي من دول المتقدمة أو دول المتطورة؟ لأن صرف الضرائب أو أخذ الضرائب فهناك بيكون هناك آثار سلبية على المواطن، أو يكون هناك تهرب ضريبي، وكذلك تهرب الشركات والاستثمار من الدول التي تفرض عليها. وفي أمثلة موجودة، بعض الدول ألغيت هذه الضرائب على الأفراد. فما رأيكم بقرارات التي تصدر من صندوق النقد الدولي بفرض ووضع الخطط المناسبة لأخذ هذه الضرائب المتكررة على المواطن في هذا الأمر؟ ولكم الشكر. شكرا شكرا طال عمرك. شوف حبيبي، يعني هذا نتكلم فيه بشفافيه وبصراحه، يعني انا حتى في اللقاءات الاعلاميه في التلفزيون نقول نفس الكلام. صندوق النقد الدولي متعسف في فرض الشروط وفي تقديم الوصفات العلاجيه زي ما تفضلت التي يقدمها للدول. الدول هي صاحبه السياده، هي من تتخذ القرار في قبول هذه الوصفات او عدم قبول هذه الوصفات. لكن ايضا مع هذا الامر في امر اخر، انه يعني احنا في دول الخليج اقتصادياتنا الحقيقه، قبل ما ندخل في موضوع صندوق النقد الدولي وخلافه، احنا في دول الخليج يعني استشفيت من سؤالك او من تعليقك انه ايضا هذه تستحدث الان الضرب. صحيح كلامك، تستحدث الضرب، ما كانت موجوده. كما تعرضنا قبل قليل انه استحداث نظرا لوجود حاجه ماسه لاستحداث هذا المبالغ والتحصيل الضريبي.
زيادة التوسع في حجم الإنفاق الحكومي، يعني الحكومة تدفع من الأموال اللي موجودة عندها، من الأموال اللي تحصل عليه من الدولة، من الوارد العام ومن الإيرادات الضريبية. في حال عدم وجود إيرادات ضريبية راح يقلل الإنفاق الحكومي بحجم اللي خسرته من الإيرادات أو اللي ممكن تخسره من الإيرادات الضريبية. بالتالي إحنا إذا بغينا كشعب نتوسع في الإنفاق الاستثماري والإنفاق التشغيلي والبنية التحتية والخدمات العامة، هذا يتطلب أنه يكون عندنا موارد تغطي هذا الكلام. لكن حقيقة أنه اقتصادياتنا في دول الخليج أثبتت أنه غير قادر على ذلك، وأنه اقتصادياتنا كما تفضل المهندس قبل قليل أنه ما زالت مشوهة ومتخلفة إلى حد ما، ما زالت في طور النشوء، لم تنضج بالدرجة الكافية. بالتالي الاعتماد على الريع النفطي أصبح غير ممكن لضمان استمرار في الإنفاق وتطبيق الخطط الحكومية. الخطط الحكومية يجب أن ترصد مثلا على مدار 5 سنوات أنه كل سنة تستثمر مبلغ مثلا تريليون أو بالعماني 100 مليار ريال مثلا. 100 مليار ريال هذه ربما النفط اليوم نبيعه الموجود عندنا في البلد ب 500 مليون، ربما نبيعه ب 600 مليون، ربما نبيعه ب 400 مليون. تذبذب في أسعار النفط هذه يؤثر على الإنفاق الحكومي والقدرة على ضبط الإنفاق الحكومي والخطط الاستثمارية المستقبلية. لذلك تم استحداث نموذج هيكل مالي جديد، اللي قال قبل شوي واحد من الاخوان تطوير نموذج العمل الاقتصادي المعمول به في دول الخليج، هذا اللي صاير الان بس نمر به بشكل مرحلي، احنا في بدايات البناء الان. هذا يؤدي الى انه يكون لدينا ايرادات مخططه معروفه مسبقا، بالتالي الحكومه تستطيع ضبط خططها المستقبليه وتقول لك السنه الجايه انا ببني 10 مستشفيات، السنه اللي بعد ببني 5 مستشفيات، لاني عارف كم بتدخل تقريبا يعني بدرجة عالية من الدقة. إنما لو الاعتماد على النفط لحاله راح يسبب ذبذبة في الإيرادات، وأيضا أصبح الحقيقة الوارد النفطي غير كافي لتغطية الإنفاق الحكومي، بالتالي أصبح هناك ضرورة، يعني الميزانيات الحكومية معلنة وبالتفاصيل، الإيرادات الحكومية قد تصل مثلا إلى 40-50% أو 55% من النفط، ومن القطاع الخاص ومن متحصلات الضرائب وغيره تصل إلى 45% أو 40%. بالتالي رأينا في مثلا في استراتيجية التنمية الوطنية لدعمان أنه يستهدفون رفع حجم المساهمة في القطاع الخاص بدرجة قد تصل إلى 35% وتكون العملية متدرجة وهكذا. بالتالي هناك يعني خطط موضوعة لتغطية النقص عن طريق المتحصلات الضريبية. طيب مثل ما أنت قلت لو أنفقت بشكل خاطئ هذا شيء ثاني، يعني ما هذا في علم الغيب، احنا نتكلم اليوم عن تخطيط لاستثمارها بشكل جيد بما يخدم مصلحة النمو الاقتصادي الوطني. الباقي ذا جزء تطبيق في التنفيذ يتم يعني، وهذا شيء خارج نطاق إطار النقاش الحقيقة. شكرا عزيزي. شكرا دكتور. شكرا جزيلا. مش مهندسة أزهار تفضلي. شكرا أخت ريهان، شكرا للدكتور علي على هذه المحاضرة. في الحقيقة سؤالي ينحصر في مجال الاستثمارات الأجنبية، هل فرض الضرائب سيؤثر على حجم هذه الاستثمارات أو في طرد الاستثمارات الأجنبية أو الشركات الأجنبية، هل سيضر بهم؟ وهنالك مشاريع تشمل تنفيذ وتشغيل، يعني والتشغيل من عائد التشغيل تسد الاستثمارات اللي حطتها في المشاريع اللي وضعتها في المشاريع، فهل ستكون هنالك ضريبة مضاعفة على مراحل التنفيذ، مبالغ الاستثمارات للتنفيذ ومبالغ اللي راح تجيهم الانكم تعود لهم الريتيرن انكم لمراحل التشغيل؟ كيف ستتعامل الضريبة مع هذه الحالة؟ النقطة الأخرى هي من العنوان مع المحاضرة أنه من حول فرض ضريبة الدخل في دول مجلس التعاون الخليجي، معروف فهمت أنه هنالك سيكون تشريع موحد أو حوكمة موحدة للضرائب، ومثل ما تفضل الأستاذ خلفان تتباين دول مجلس التعاون الخليجي في اقتصاداتها، في الدخل القومي الجي تي بي، في مسائل كثيرة تتباين، القطاع الحكومي كم الموظفين، القطاع الخاص، دخل الفرد، حجم البطالة، هذه كلها لها تأثيراتها، خاصة
انه التوقيت جدا مهم في فرض الضريبة على الفرد وعلى الشركات الاستثمارية اللي تجي للبلد لكي تنعش اقتصاد البلد. وشكرا. شكرا دكتوره ويعطيك العافيه. الحقيقه يعني النقطه هذه يعني ما تكلمنا فيها بشكل دقيق لانه موضوع واسع، بس حضرتك بذكاء يعني وبحكمه الحقيقه انت جبتي يعني طرفي الحديث جمعتيهم. شوفي دكتوره، بلخص ما ذكرتيه وايضا بجيب نقط اضافيه عشان تكتمل الصوره. موضوع افتراض انه فرض ضريبه نظام الدخل، فرض ضريبه الدخل على الان الجديد سيؤثر على الاستثمار الاجنبي، هذا كلام غير صحيح، يعني علميا غير صحيح، واقعيا غير صحيح. ليش؟ لانه الحقيقه الان نشوف قبل تطبيق الضريبه كم حجم الاستثمار الموجود الحالي الاجنبي في عمان؟ ما ادري كم، بس ايا كان. طيب بعد فرض الضريبه هل هذا سيزيد او يقل؟ طيب اذا قبل فرض الضريبه الان في عمان يعني المفروض ان تكون عمان دوله ملاذ وقبله للمستثمرين لانه ما فيها ضريبه، بالتالي المفروض ان يكون في حجم الاستثمار عالي جدا، والحقيقه انه غير ذلك. حجم الاستثمار الموجود في عمان قد يكون في ضمن الرينج الطبيعي الموجود. الاستثمار الاجنبي لا يبحث عن اعفاء ضريبي قدر ما يبحث عن فرصه استثماريه وعائد استثماري سريع، هذا المهم في الموضوع. وايضا الاستثمار الاجنبي لن يتوجه الى دوله ما لم يكن نموذج الاقتصاد الموجود لدى هذه الدوله متقدم ومتطور ومتكامل، ولديها قدره شرائيه عاليه لضمان نجاح خدمات هذا المشروع او استقبال منتجاته. بالتالي المعايير ليس فقط النظر الى حجم الاستثمار، والدليل الواقعي انه الان نشوف ما هي الدول الاعلى لاستقطاب الاستثمار الاجنبي؟ هل هي الدول التي ما فيها ضرائب؟ لا طبعا، الدول اللي فيها ضرائب هي الاعلى لاستقطاب الاستثمار الاجنبي. ولكن لان لديها فرص استثمار ولديها طبعا معايير كثيره، لديها فرص استثمار، بيئه تشريعيه نظاميه قويه جدا تحمي هذا المستثمر، لديها تمويل وامكانيات تمويل هائله تدعم هذا المستثمر، لديها مزايا استثماريه. المستثمر لا يبحث فقط عن بس موضوع الضرائب، المزايا الاستثماريه، يعني مثلا قد يعطونا ارض بقيمه مخفضه او يعطونا ارض مجانا، يسهلون له موضوع الترخيص، يضمنون له شراء المنتج حقك بالكامل 10 سنين لقدام بسعر معين، او اذا كان مثلا مشروع استثمار عقاري او اذا كان مشروع خدمي، بغض النظر تفاصيل كثيره، لكن اقصد موضوع فرض الضريبه هل سيطرد الاستثمارات الاجنبيه واحد من طيب الان احنا ما عندنا استثمار اجنبي، كم حجم الاستثمار الاجنبي الموجود في دول الخليج؟ لا يذكر مثلا مقارنه بدول اخرى مثل عربي ايضا، يعني مصر او المغرب دول تستقطب الاستثمارات الاجنبيه، احنا ما عندنا الحقيقه في دول الخليج. ليس لانه ما عندنا ضرائب، لا، لانه عندنا نقص في جوانب اخرى. ايضا في جانب اخر الحقيقه انه سؤالك على موضوع الضرائب على الدخل، طبعا هذا السؤال انا ما طبعا سؤال افتراضي لشيء افتراضي لم يولد بعد. اذا ولد النظام الجديد الذي سيصدر في عمان سيبين، طبعا انت سؤالك اقول انا فهم الجمهور انه تسالين عن الضرائب على الانفاق الاستثماري لانشاء المشروع ثم الضرائب على الدخل المتاتي من هذا المشروع. الحقيقه اذا صدر النظام سيعالج مثل هذه النقاط، طبعا في فرق بين انه مره يكون المشروع استثمار محلي، مره يكون استثمار اجنبي، مره يكون استثمار مختلط، وفي كل الحالات فيها تفاصيل. وايضا في موضوع الازدواج الضريبي ايضا هذا ذو علاقه مهمه في هذا الموضوع، النظام اكيد سينظم هذه الامور بالتفصيل. ولكن مثلا الحقيقه في نقطه مهمه هنا ذات علاقه بهذا الموضوع، انه افتراض يعني اذا راى المشرع في عمان انه امر استقطاب الاستثمار الاجنبي فعلا مهم لديهم، او يكونهم بصدد التفاهم وابرام عقود الان مع مستثمرين اجانب لاستحداث مثلا مدن صناعيه او مشاريع عقاريه او خلافه، التشريع يستطيع او قد يتضمن منح استثناءات لنوع من الاستثمارات. يعني هم يقولون اي مستثمر يدخل بيسوي عندنا مشروع مثلا الطاقه النظيفه هذه يعفى من ضريبه الدخل، او يقول لك يعفى من ضريبه الدخل لمده 5 سنوات، او يقول لك يعفى من ضريبه الدخل مثلا اذا كان الحد المعمول به للشركات مثلا 1 مليون ريال ارباح، يقول لك لا نخليه لك 10 مليون ريال ارباح وما بعدها تدفع. يعني في خيارات، في مرونه كبيره متاحه لدى صانع القرار.
الحقيقه في تطبيق هذا الموضوع وفقا لمثل ما قلت لكم نتائج الدراسات الاقتصاديه التي تنفذ داخل الاقتصاد الوطني، وثم صياغه التشريع الذي يخدم مصلحه الاقتصاد الوطني، يتم في النهايه صياغه المشروع وتطوير هذه الصياغه باستحداث هذه التعديلات التي قد تقترح عليه. شكرا دكتوره. شكرا. شكرا جزيلا باشمهندسة. طيب نرجع إلى الشات، هناك أيضا نستعرض إذا هناك أي من الأسئلة قبل أن نختم جلستنا لهذا اليوم. هل بإذن الله نستطيع أن نستنبط من هذه المحاضرة الجوانب التي يجب مراعاتها من أجل تطبيق إيجابي للضريبة؟ كان هناك سؤال دكتور من سؤال، هل تعتبر السعودية الأكثر خبرة نظرا لأنها سبقت دول الخليج في تطبيق الضريبة حتى لو أنها لم تطبقها على الأفراد؟ هل يمكن أن نقول أنها وصلت، يمكن الوصول إلى نظام نتائج لهذا النظام الضريبي من واقع خبرتك في المملكة؟ الجزء الأخير عفوا عيدي. يقول هل يمكن أن نقول أنه يمكن الوصول إلى نتائج لهذا النظام الضريبي؟ كيف يعني نصل للنتائج يعني؟ يعني هل لتطبيق النظام الضريبي قد يعود بنتائج إيجابية على الاقتصاد أو على الأفراد؟ يعني حتما شباب، لن يتم اتخاذ قرار بتشريع واصدار هذا التشريع الا اذا اعدت دراسات وكانت هناك يعني ارقام واضحه لدى المتخذ القرار بانه ستكون ارقام ايجابيه وذات عوائد ملموسه. ما لم يكن ذلك اكيد لن يتم اتخاذ قرار، اكيد يعني اذا شافوا انه نتيجه الدراسه انه هناك خسائر في الاقتصاد الوطني لن يتخذ هذا القرار. هذا الوضع الطبيعي، يعني هذا الوضع الطبيعي انه الدكتور لن يجري عمليه الا اذا كان هناك اهميه وفوائد لحدوث هذه العمليه، وان فوائدها اكبر من ضررها بكثير، والا لا يقدم على، يعني يمكن اتخاذ حلول بديله، بديل عن موضوع ضريبه الدخل، ويعني استحداث حلول اخرى تكون اقل فائده وربما يعني اقل ايضا ضرر وتطبق. فذا موضوع سيادي مهم، يعني لن يتخذ هذا القرار الا ب دراسات وافية شاملة وتصميم أعتقد أيضا نظام ضريبي يناسب الواقع الحالي الموجود ويراعي التكوين المجتمعي ويراعي هيكل البناء التمويلي الموجود لدى المجتمع المحلي في عمان، وأكيد أنه النظام بيأخذ بعناية تامة كل هذه التفاصيل، وأكيد أعتقد أن النظام الجديد سيكون نظام مرن وسيتم تطبيقه على مراحل وبالتدرج، اكيد هذا امور حتميه، واعتقد واتمنى ايضا انه في حال اصدار هذا التشريع انه يكون نظام ذكي، يعني نظام ضريبه الدخل كما قلنا ترى هناك نماذج ايجابيه جدا رائعه وانه يعتبر محافز لزياده الدخل للمواطنين، ولديه النظام نفسه في مكوناته فوائد وتسهيلات تمنح للمواطنين ماديه ودعم، وبالتالي هذا يكون عامل محفز. يعني احنا نظرتنا سلبيه جدا لما نراه في الدول العربيه والمجتمعات الشرقيه، لكن في النماذج العالميه في نماذج جدا ممتازه الحقيقه. يعني شكرا جزيلا. ايضا الاستاذ خالد يقول هل يمكن ضمان عداله وفعاليه تطبيق قانون ضريبه الدخل على الافراد؟ اتوقع انت جاوبت على السؤال من خلال السؤال السابق. هناك سؤال اخر من الاستاذ كلات البلوشي يقول ما نسبه الدول التي لديها، لا أعرف إذا كانت لديك الإجابة دكتور، نسبة الدول التي لديها ضريبة دخل على الدخل الكلي للأفراد في أي مكان في العالم وليس فقط في المملكة أو في الخليج؟ أيضا هو قال أنه يعرف أن أمريكا لديها، ولكن ما هي الدول الأخرى التي قد لديها ضريبة دخل عالميا؟ يعني تقريبا معظم دول العالم لديها ضريبة الدخل. نعم. يعني ما ادري كم، بس يمكن 90% من دول العالم تطبق ضريبه الدخل بدرجات متفاوته مختلفه وباسماء ايضا مختلفه، ولكن النسب اللي سال عنها الاستاذ احيانا النسب قد تصل، يعني طبعا داخل مثل امريكا في ضرائب فيدراليه وفي ضرائب ولايات، وهذا ايضا في معظم دول العالم موجود، يكون هناك ضرائب المقاطعه في بعض الدول الاوروبيه مثل المانيا حسب المقاطعه، مثل فرنسا ايضا حسب المدينه، ولكن بشكل عام الضرائب تصل احيانا الى 45% من اجمالي الدخل،
واقل ضريبه دخل. طبعا هم يجمعون ضريبه الدخل مع الضرائب الاخرى، ولكن ضرائب الدخل قد تصل الى 45%، وقد وتبدا من حوالي 15% الى 45%، بعض الدول 25%، بعض الدول 35%، بعض الدول الاوروبيه الغربيه 36% مثل النمسا واسبانيا قد تصل اعتقد الى 38%، امريكا قد تصل الى 45%، كندا ايضا قد تصل الى 45%، يعني تتراوح الحقيقه النسبه. ولكن ارجوكم مثل ما قلت لكم انه الحقيقه الموضوع مرتبط بالدخل المتاح، وانه انت كم الدخل المتاح لهذه الدوله وكم مستوى الاعفاء. يعني لا نعتقد انه الدخل بيكون، يعني الدراسه التي تعد دخل الدوله تحدد ان نسبه الدخل المقبول قد يكون مثلا 2000 ريال في عمان مثلا او 2000 ونص ريال مثلا لضمان حياه كريمه، ما زال عن هذا الدخل يفرض عليه وتبدا النسبه تصاعديه، انه زادت عليه 1000 ريال يكون فيه 1% او 2%، زادت عليه 1000 ريال يكون فيه 3%، يعني تدرج يكون عاده. يعني شكرا جزيلا. نختم مداخلاتنا مع مداخلة الأستاذ خليل الخنجي، تفضل. شكرا شكرا دكتور على هذه المحاضرة. الحقيقة هو موضوعنا موضوع خليجي. نحن تقع دولنا على شبه الجزيرة العربية، وكان يعني عنوان الحلقة هو عن الخليج. نحن نعرف في أمريكا وأوروبا وغير ذلك، وأيضا جاء في بعض المداخلات أنه أيضا الموارد الطبيعية هي ملك لشركات مختلفة، ولكن في دول الخليج هو نموذج تقدر تقول موحد. يعني مثلا لما فرضت الضريبة على الشركات، ربما حتى قدم وحتى أخر، والنسب مختلفة أيضا بين المملكة وبين الإمارات وبين البحرين وقطر، فهناك في يعني ضرائب على الشركات، والشركات لا تمانع، لأن مثل ما تفضلت أنه إذا أعمل ربح مستعد أني أنا أدفع جزء من الأرباح للحكومة مقابل الخدمات اللي تقدمها الدولة يعني. وضريبة الضريبة الانتقائية نفس الشيء، الضريبة المضافة نفس الشيء، هناك نسب مختلفة، ولكن تقريبا الجميع فرضها ما عدا الكويت التي لم تفرض هذه الضريبة. الآن نأتي إلى ضريبة الدخل على الفرد. إلى الآن ما في دولة فكرت ما عدا أتوقع المملكة، والمملكة ألغت الفكرة عن بكرة يعني أبيها، بسبب مثل ما تفضلت دراسات اقتصادية. إذن السؤال الآن، لو واحدة من الدول طبقت ضريبة الدخل، وهنا نرجع إلى الاستثمارات الأجنبية مثل ما الدكتورة سألت، يعني طبعا ما في استثمار بيهرب، ولكن استثمار جلب استثمارات جديدة في دولة يعني تفرض عليك ضريبة الشركات بالإضافة لضريبة الدخل في بلدك. يعني نظام ضريبة الدخل على الأفراد هي تلحقك في بلدك الأصلي، فإذا كان يعني بريطاني أو هندي أو باكستاني أو صيني وبقى مستثمر في عمان وبقى مدة مثلا 3 شهور أو 6 شهور يسكن في عمان أو في دولة خليجية، لها الحق الدولة هذه أنه أيضا تتتبع أمواله في وطنه. لذلك ميزة جذب الاستثمارات الأجنبية لأي دولة لها هذه القوانين ضريبة الدخل على الأفراد، قد ما نكون يعني جاذبين ويروحوا عن جيراننا. هذا هو اللي نحن نقوله، إلا إذا دول الخليج طبقت جميعها، ذن بعد ذلك يعني المستثمر يقول لك والله أنا إذا رحت السعودية ولا رحت عمان أو رحت الإمارات، ترى كلهم عندهم ضريبة الدخل على الفرد يعني. فلذلك سوف نفقد الميزة في الوقت الحالي. ومثل ما قال أيضا أحد الأخوة، ضريبة الدخل على الأفراد تصل لما تكتمل البناء في أي دولة، تكون متأسسة تماما يعني. وأيضا كان في سؤال آخر أنه يعني بتزيد الأسئلة على الحكومة وغير ذلك يعني. فبس حبيت أركز أنه نحن موضوعنا هو موضوع خليجي، هل بالإمكان
دولة منفردة تطبق ضريبة الدخل على الفرد، والأخرى يعني غضت النظر عن هذا. شكراً. شكرا جزيلا استاذ خليل، يعني الحقيقه احسنت تصويب البصره مهم. طبعا يعني حقيقه اعود لنفس النقطه، انه الان اذا ارادت حكومه عمان ان تتخذ هذا القرار حتما ستكون هناك دراسات، والنقطه المطروحه اللي تفضلت فيها حتما ستكون من ابرز النقاط، ان عمان ستكون اول دوله خليجيه تطبق هذا، ماذا سيكون ضررها وتاثيرها على الاقتصاد الوطني في عمان مقارنة بالدول الأخرى. طبعا مثل ما قلت لك أستاذ خليل، أنه في إصدار التشريع هناك خيارات مرونة كثيرة لدى يعني من يصدر التشريع، بالتالي هو يستطيع استثناء جهات معينة، مواصفات معينة، وفقا لأهمية هذه الاستثمارات والعائد المرتقب لهذه الاستثمارات في الوطن. ممكن أن يعفي بشكل كامل منسوب الشركات مثلا، ويكتفي بشركه الدخل على الارباح، فرض ضريبه دخل على ارباح الشركات، ويعفي الافراد العاملين في هذه الشركات. في مرونه كبيره لدى منتخب القرار. انا الحقيقه يعني لا استطيع الان تشخيص ملامح النظام، هذا طبعا بيبين في اللائحه التنفيذيه اللي بتطلع للنظام، ولكن هم يقيمون كما قلت لك، يقيمون العائد المتوقع لتطبيق النظام والتكلفه المتوقعة ويقارنون بينها، إذا شافوا أنه العائد أعلى قد يلجؤون لاتخاذ القرار، إذا شافوا أنه والله التكلفة أعلى يلغون القرار، إذا شافوا التوقيت غير مناسب الآن مثل ما تفضلت الجهوزية غير موجودة، أنت عرفت بالتفصيل لهذا الموضوع في المحاضرة، أنه مجموعة متطلبات كثيرة مطلوبة، يعني بنية تشريعية، بنية تنظيمية، كفاءة إدارية في القطاع الخاص في القطاع الحكومي، وتوافر الخدمات التقنية اللازمة لهذا الموضوع. في حال عدم توافر هذه الأمور يتم مثلا تأجيله عدة سنوات أو البدء بتطبيقه بمراحل تدريجية. يعني نحن الحين نستبق الحدث، كل هذا نتكلم في تصورات عمومية، ما نعرف وين الحقيقة تصيب وين تخيب، وفقا إلا إذا طلع النظام وصدرت اللائحة التنفيذية بعدين نقيم جودة هذا النظام وما له وما عليه. شكرا. ريهام، في أظن أسئلة في الشات. نعم، طيب الأسئلة. في بداية اللقاء تطرق إلى نية السلطنة لفرض ضريبة الدخل على الأفراد، كما ذكر المتحدث فهي ليست معلنة أو طبقة، لا يوجد شيء. كم ستكون تكلفة الهياكل الإدارية المعنية بتحصيل الضرائب؟ وهل الإقرار الضريبي قد يتطلب وجود طرف ثالث لمراجع يقوم بإعداد الوثائق المطلوبة؟ حتماً. نعم، هذا طبعاً يعني طبيعة العملية الضريبية، أنه حتى الأفراد يحتاجون أحياناً بشكل كبير إلى مستشار ضريبي لمراجعة فواتيرهم وإعدادها بالنماذج الرسمية المطلوبة للتقديم للنظام، بالتالي حتماً. وطبعاً تكلفة الهيكل الإداري هذا تعرضنا إليه قبل شوي، أنه هذا ضمن الأمور التي إذا ما لم تكن موجودة وبشكل كافي لن يتم تطبيق النظام، وإذا تم تطبيقه سيفشل، بالتالي الحكومة لن تقدم على هذا القرار إلا إذا كانت لديها جهوزية عالية 100%. يعني هي لا تريد خسارة يعني طبعا أموالها وخسارة مصداقيتها أمام الجمهور. بالتالي حتما هناك تكاليف، هم يحتسبون هذه التكاليف ويحتسبون العائد المتوقع أيضا لهذا الموضوع. يعني هو مثلا بيخسر مصاريف التدريب وتأهيل، ولكن يعرف أنه خلال سنة سنتين سيسترد هذه التكاليف ويكون هناك عائد متجدد سنويا هذه المتحصلات الضريبية. هم يقارنون طبعا بين التكلفة والعائد. شكرا جزيلا لكم ضيوفنا الكرام، وصلنا لنهاية جلستنا لهذا اليوم. نشكر الدكتور علي على هذه الجلسة المثرية، والشكر لكم ضيوفنا الكرام على إثراء الجلسة بالحوار. هذه الجلسة مسجلة وسيتم بثها عبر قناة المجلس على اليوتيوب. شكرا جزيلا لكم وإلى اللقاء. شكرا جزيلا. شكرا دكتور، شكرا جزيلا، إلى اللقاء. شكرا، في أمان الله. إياكم، مع السلامة.